أملي جيش عظيم رمز الرجولة، وعظيم سلام لكل حد ضحى لينا. مصر اللي كتبت في التاريخ أعظم بطولة، يشهد علينا كل دم في أرض سينا. مصر حكاية، مصر حكاية، 6 أكتوبر قبل بداية، تشهد وقت الصعب حماية. وده مش بس كلام في أغاني، حرب وسلم بنحمي ونبني، في الجيش ابنك وابنه ابني، يهبط أبطالنا الرجالة، مين يستجري أول تاني. 6 أكتوبر درس كبير، ورا العالم نطلع مين، أصل احنا كتير فاكرين دايما مش ناسين. وتحية لكل الشهداء، بسببهم كلنا عايشين. صبرا يا أمي وكلنا جنبك، احنا ولادك في الملايين. مصر حكاية، مصر حكاية، 6 أكتوبر قبل الدين، جيشها في وقت الصعب حماية. وده مش بس كلام في أغاني، حرب وسلم بنحمي ونبني، في الجيش ابنك وابنه ابني، بوجود أبطالنا الرجالة، مين يستجري هوف تاني. أتمنى يا رب زي ما بنحتفل في شهر أكتوبر وتحديدا في 6 أكتوبر بهذا النصر العظيم اللي سطرته الدولة المصرية بحروف من نور في تاريخ السجلات والبطولات العسكرية، إن احنا في القريب العاجل نحتفل بانتصارنا أيضا على فيروس كورونا اللعين باتباعنا الإجراءات الاحترازية والوقائية وتحجيمنا هذا الفيروس. نتمنى يا رب يعني إن شاء الله يكون دائما الوعي مستمر لدى مختلف فئات الشعب المصري حتى نستطيع أن نعلن في القريب العاجل مصر خالية إن شاء الله من فيروس كورونا.
وضعنا المستجد ده مش بعيد ولا صعب. قبل كده واجهنا مشكلة كبيرة جدا أو أمراض كانت أصعب من فيروس كورونا زي فيروس سي، وفضل ربنا سبحانه وتعالى قدرت الدولة المصرية تواجهه بكل ما أوتت من قوة. نتمنى إن شاء الله في القريب العاجل نعلن انتصارنا على فيروس كورونا إن شاء الله بإذن الرحمن. ربنا يحفظ حضراتكم دائما. تعالوا مع بعض نطمن على حالة الطقس، ومعنا على الهاتف الأستاذ الدكتور علي قطب خبير الأرصاد الجوية. برحب بيك يا دكتور، تحياتي لحضرتك يا فندم. فندم وشكرا لحضرتك. يعني اسمح لي في البدايه احييك يا دكتور، لان الفتره الماضيه بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم مجهودات حضرتك كل ما توقعناه سواء من حاله طقس متقلب او سقوط امطار حدث بالفعل، فده لازم يعني قد حضرتك يعني حق حضرتك. شكرا ليك يا دكتور، وطمنا اخبار الطقس هذا الاسبوع ان شاء الله هيكون ايه. شكرا ليك يا استاذ عاصم، واحنا بنطمن كل الساده المشاهدين المتابعين معانا بان في تحسن خلال هذا الاسبوع غير الاسبوع الماضي، على الرغم من ما يشاع من خلال شبكات التواصل الاجتماعي ان في نوه قاسم، هذه النوه ستضرب الاسكندريه خلال هذا الاسبوع يوم الثلاث. بالفعل هي موجوده هذه النوه يوم الثلاث على الاسكندريه والسواحل الشماليه، ولكن هي ضعيفه، مش بالضروره انها تحدث النوه بشده، لكنها المتوقع انها تكون ضعيفه، وبالتالي احنا بنقول ان يوم الثلاث فقط هيبقى في فرصه امطار خفيفه على السواحل الشماليه. نقدر نقول خاصه الاسكندريه، وهذه الامطار دي متوسطه الشده في باقي محافظات الساحل الشمالي. لو جينا للقاهره العاصمه بعيدا عن فرص سقوط الامطار، ولكن السماء الغالبه خلال هذا الاسبوع هي كميات السحب المنخفضه والمتوسطه المتكاثره دائما في فترات الظهيره، سطوع لاشعه الشمس، طقس لطيف خلال ساعات النهار على اغلب انحاء الجمهوريه حتى صعيد مصر، اثناء الليل طقس شديد البروده على كافه الانحاء، درجات حرارة عظمى تصل ما بين 22 درجة في معظم المناطق الشمالية حتى القاهرة، بتصل إلى 25 درجة و 24 درجة في صعيد مصر وفي البحر الأحمر. أثناء فترات الليل مع الطقس الشديد البرودة درجة الحرارة تنخفض إلى 11 درجة مئوية في القطاع الشمالي، يعني السواحل الشمالية الوجه البحري القاهرة، وبتنخفض ل 10 درجات في محافظات الصعيد نظرا للطبيعة الجغرافية اللي بتمثلها منطقة الصعيد. ولكن التحذير من كثافة الشبورة المائية مع هذا الاستقرار المتوقع خلال هذا الأسبوع والتي تصل فيها إلى حد الضباب، الضباب ظاهرة مؤثرة على الطرق وبتؤدي لانخفاض حاد في مدى الرؤية الأفقية، ولذلك النصيحة اللي بنوجهها لكل السادة قائدي المركبات على الطرق القيادة بهدوء شديد والالتزام بكافة تعليمات المرور من حيث المسافات البينية. هيبقى في اضطراب في حركة الملاحة البحرية وارتفاع للموج يوم الاثنين والثلاثاء والاربعاء نتيجه لهذا المنخفض اللي بيضرب مناطق الساحل الشمالي، ولكن زي ما قلت لحضرتك هو منخفض متوسط الشده وتاثيره هيكون محدود ان شاء الله. سوى ذلك لا توجد اي تغيرات جوهريه يا استاذ عاصم. هل في ما يعكر صفو الملاحه البحريه يا دكتور في الفتره القادمه، ام الامور ان شاء الله تبقى مستقره عن الاسابيع اللي فاتت ان شاء الله؟ لا، هي مستقره الى حد ما مقارنه بالاسبوع الماضي وقبل الماضي وقبل قبل الماضي، على اساس ان الرياح فيها الى حد ما معتدله، وزي ما قلت لحضرتك المنخفض مش قوي جدا، المنخفض متوسط الشده، حتى لو سقطت الامطار هي امطار متوسطه الشده وتؤثر على السواحل الشماليه وقد تمتد الى بعض مناطق من محافظات الوجه البحري، ولكن امطار خفيفه على الوجه البحري. بالامس كان هناك تصريح من هيئه العامه للارصاد الجويه ان لا ارتفاع تاني في درجات الحراره، وان احنا في فصل الشتاء، وان نصحت الناس عدم تخفيف الملابس مهما كان. حضرتك تسمن على هذا الموقف ازاي، ودرجات الحراره المتوقعه ان شاء الله خلال هذا الاسبوع على محافظات الجمهوريه؟ يعني خلينا نقول احنا في احساس بالطقس اللي هو مناخ، والمناخ بالتالي طقس بيكون لطيف خلال ساعات النهار وشديد البرودة أثناء الليل. التصريح معناه إن إحنا مش معقولة هنرجع نلبس اللبس الصيفي تاني، لأن اللبس الصيفي يعني إن درجة الحرارة ترتفع. لا، هي درجة الحرارة مش هترتفع أكتر من 23 درجة مئوية، وده المعدل الطبيعي لها على مدن الشمالية. لو وصلت 24 يعتبر طقس إلى حد ما لطيف، لكن هي مش هترتفع عن هذا المعدل بتاعها خلال هذا الأسبوع على الأقل، يعني 22 أو 23 درجة. لكن ليلاً الطقس بيكون شديد البرودة، ودرجة حرارة متحضرتك بتنخفض إلى 11 درجة مئوية، 11 درجة مئوية عن الطقس شديد البرودة. لو جينا بقى لجغرافيا وفلكيا، فالشتاء بيبدأ يوم 22 ديسمبر، يعني باقي عليه 23 يوم عشان يبدأ فصل الشتاء، ولذلك أشد فترة للبرودة وسوء الأحوال الجوية هي بتكون خلال شهر ديسمبر وشهر يناير.
علشان كده لا رجع في ارتداء الملابس الشتويه. تمام. لا طبعا بالارتفاع يعني بالاضافه لدرجات البروده القارصه اللي بتبقى يعني في الساعات المتاخره من بالليل يا دكتور. طبعا هيكون لها لبس خاص بيها، لان حتى الفتره القادمه درجه الحراره تبقى 11، ممكن الرطوبه النسبيه تبقى منخفضه شويه، فيدينا احساس بها كما لو كانت 10 درجات او 9 درجات مئويه، لان في فارق بين الاحساس بدرجه حراره ودرجه الحراره المعلنه، والاحساس ده بيتراوح حسب الرطوبه النسبيه اللي موجوده، احيانا بيبقى في فارق 5 درجات واحيانا اقل من ذلك 3 درجات واحيانا اكثر من ذلك على حسب نوع الكتله الهوائيه المؤثره. صحيح. بشكر حضرتك جدا استاذ الدكتور علي قطب خبير الارصاد الجويه اللي طمنا الحمد لله رب العالمين بشكل مفصل على حاله الطقس خلال هذا الاسبوع، اكد لنا ان الطقس هيكون عندنا لطيف ما فيش اي تغيرات جويه سوى يوم الثلاثاء القادم، ربما تكون هناك بعض الامطار الخفيفه الى متوسطه على المدن الساحليه او المدن اللي في شمال المحافظه. نتمنى يا رب ان احنا يكون عندنا يعني اجراءات متابعه تحديدا مع سقوط الامطار من قبل المواطنين، الناس اللي بتبقى متواجده ساعات كتيره جدا في الشوارع، يا ريت نعمل حسابنا وناخد الجواكت، وكمان الناس اللي هي بتتاخر لفترات كبيره او ساعات متاخره من بالليل زي ما قال الدكتور علي الفتره اللي جايه هيبقى بالليل هيبقى شديد البروده، فلازم البلط ولازم ان يكون عندنا ملابس ثقيله خاصه في هذه الفترات. ربنا يحفظ حضراتكم جميعا. تعالوا مع بعض مشاهدينا بعد ما اطمنا على الطقس ناخد جوله في اهم الاخبار صدر صحف هذا اليوم، واول خبر معنا بعنوان الرئيس السيسي يعود سالما الى ارض الوطن بعد زياره الى جنوب السودان. عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى ارض الوطن بعد زياره جمهوريه جنوب السودان، صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد جلسه مباحثات ثنائيه مع رئيس جنوب السودان بالقصر الجمهوري، عقبتها جلسه مباحثات الساعة بحضور وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس بزيارة الرئيس إلى جوبا وواصفا إياها بالتاريخية حيث تعد الأولى من نوعها لجنوب السودان منذ استقلاله. وأعرب الرئيس الجنوب السوداني عن تقديره لبلاده لعلاقات التعاون الوثيقة مع مصر والتي تأتي انعكاسا للإرث البشري والحضاري المتصل بين البلدين، مشيدا بالجهود المصرية المخلصة والساعية نحو المساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان وتقديم كل سبل الدعم له وتوفير المساعدات الإنسانية. طبعا زيارة في غاية الأهمية تأتي استكمالا للزيارات الخارجية اللي بيقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي دعما في المقام الأول للأشقاء في القارة الإفريقية أو الأشقاء العرب، وأيضا يعني فتح سبل تعاون كبير جدا جدا مع مختلف دول العالم. خبر آخر بعنوان وزير الزراعة يبحث مع سفير كازاخستان سبل التعاون في مجالات اللقاحات وتقاوي الخضر. استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خيرت لامح سفير جمهورية كازاخستان في القاهرة. تناول اللقاء بحث أفاق التعاون بين البلدين في مجال الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وكذلك التعاون في مجال البحث العلمي الزراعي والأمصال واللقاحات البيطرية وإنتاج تقاوي الخضر. وقال وزير الزراعة أنه تم تشكيل لجنة فنية تضم خبراء من الدولتين على أن تعقدوا اجتماعا خلال الأسبوع القادم بالفيديو كونفرنس لبحث آليات تفعيل اتفاق التعاون بين البلدين. من ناحيته وجه لامح سفير جمهورية كازاخستان في القاهرة وجه الشكر لوزير الزراعة المصري وتطلعه إلى تعميق وزيادة التعاون بين البلدين الشقيقين والتي تربطهما علاقات متميزة في المرحلة الحالية. أيضا الزراعة تؤكد زيادة المعروض من الطماطم وتراجع أسعارها ولجان لمتابعة الإنتاج. قال الدكتور علاء البحراوي مدير عام الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قال أنه يتم حاليا زيادة معروض طرح العروة الخريفية من الطماطم بالأسواق من عدة مناطق من محافظات الغربية والمنوفية والبرحيرة، مما أدى إلى تراجع أسعارها بالأسواق. ونختتم جولتنا الإخبارية بهذا الخبر. والزراعة تعلن ارتفاع صادرات الموالح لمليون وربعمائة وعشرين ألف طن. كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة أن إجمالي صادرات مصر من الموالح الخاصة بالبرتقال بلغت 1,420,204 طن منذ بدء موسم الصادرات وحتى 18 من الشهر الجاري، مضيفا إلى أن هناك طلبات متزايدة من كل دول العالم على المنتجات الزراعية المصرية نظرا لجودتها العالية وتوافر كافة الاشتراطات والمواصفات الفنية للدول المستوردة. وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية
الحجر الزراعي ان ارتفاع صادرات الموالح بسبب جودة المنتج وصلت الى 1,420,000 طن، مضيفا ان هناك منافذ واسواق جديدة للبرتقال المصري الذي يغزو كل اسواق العالم، متابعا ان مصر تحتل المرتبة الاولى عالميا في تصدير البرتقال. حقيقة خير ختام وخبر في غاية الاهمية بيدعو للتفاؤل، وده بيأتي من الدور الكبير جدا اللي بتبذله الدولة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وطبعا والدور الأكبر من قبل أخواننا الفلاحين والمزارعين وتحديدا مزارعي الموالح اللي ليهم دور كبير جدا في زيادة صادراتها في المرحلة الأخيرة. نتمنى يا رب كل التوفيق لباقي الصادرات المصرية على كافة المحاصيل الزراعية، واعتقد ده اللي بتعكف عليه الدولة المصرية جاهدة في هذا التوقيت إن شاء الله. كل خير لمصرنا الحبيبة في كل المجالات. دي كانت إطلالة سريعة مشاهدينا الكرام في أهم الأخبار صدر صحف هذا اليوم. النهاردة إن شاء الله عندنا مجموعة من الفقرات الحوارية، فقرة هنتكلم فيها عن موضوع بيخص كل الأسر المصرية وأعتقد في غاية الأهمية تحديدا مع دخول فصل الشتاء وهذه الفترة تحديدا، متعلق بالأمراض الشائعة اللي بتصيب الأطفال في هذا الفصل سواء مع بداية الشتاء في فصل الخريف أو أثناء فصل الشتاء في البرودة القادسة. نفتح العديد من المحاور اللي تهم كل الأسر إن شاء الله مع ضيفنا الأستاذ الدكتور محمد خلف استشاري طب الأطفال. فقط طبعا هنتكلم فيها عن النهوض بزراعة الموالح، واحنا بفضل ربنا لسه كنا قارين لحضراتكم خبر ان ارتفاع صادرات الموالح ل1,420,000 طن. هنناقش المجهودات اللي ادت لهذا او لهذه الطفرة الكبيرة والمرحلة اللي جاية ان شاء الله اللي احنا محتاجينه من الموالح المصرية وعدد من المحاور الاخرى ان شاء الله مع ضيفنا الدكتور محمد سامي وكيل معهد بحوث البساتين للارشاد والتدريب. فقرة ثالثة إن شاء الله بعنوان واحد الشعر، هنتكلم عن الشعر بشكل عام ونسمع مجموعة من الأبيات الشعرية وأيضا عدد من المبادرات اللي بيقوم بها الأستاذ مصطفى الديابي الشاعر. ده مضمون فقرات برنامجنا الحوارية لهذا اليوم مشاهدينا الكرام من ساعة الصبحية. استاذن حضرتكم نروح فاصل سريع، ألقاكم مجددا بعد هذا الفاصل مع أولى فقراتنا الحوارية، انتظرونا. وزارة الزراعة بيهمنا ان احنا نتعاون مع كل الأجهزة في سبيل ان احنا نرفع من كفاءة الخدمات اللي بتقدم للفلاح والمزارع المصري. قطاع الثروة الحيوانية 90% منه هو المربي الصغير. عزيزي المزارع، عزيزي المربي، نحن في خدمتك، نحن معك. وزارة الزراعة هي الوزارة الخدمية الأولى في مصر. مع مستشارك الزراعي هتلاقي رد على أي استفسار يخص الزراعة والإنتاج الحيواني، كل العمليات الزراعية لكل المحاصيل لحد الحصاد. مستشارك الزراعي في بيتك، في كل بيت، ومع الفلاح المصري مستشارك الزراعي. أخي المزارع، أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر مراعاتها خلال شهر نوفمبر، والتي تمثلت في الآتي: أولاً، في الأراضي القديمة العروة المبكرة زراعات أغسطس يتم إجراء الري بانتظام كل 20 يوم مع نقاوة الحشائش يدوياً ومتابعة الإصابات المرضية وأهمها التبقع السيركسبوري الذي يصيب العروة المبكرة بشدة. أما بالنسبة للعروة المتوسطة زراعات سبتمبر فيتم إجراء العزقة الثانية وتضاف الدفعة الثانية من السماد الأزوتي وإجراء الري بانتظام على الحامي مع صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات. كذلك يتم إجراء العزقة الثالثة بعد 20 إلى 25 يوماً من الثانية، بحيث يتم الترديم على الجذور
ويضاف جزء من الريشة البطالة إلى العمالة بحيث تصبح النباتات في منتصف الخط ويجرى الري باعتدال على الحامي مع صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات. أما بالنسبة للعروة المتأخرة زراعات أكتوبر ومنتصف نوفمبر فيتم الخف فيها على نبات واحد قوي بالجورة على أن يسبقه عملية الخربشة لإزالة الحشائش. كذلك يتم إضافة الدفعة الأولى من السماد الأزوتي بمعدل 45 وحدة أزوت لكل فدان، ويتم إجراء الري باعتدال كل من 20 إلى 25 يوم مع إضافة 50 كيلوغرام من سلفات البوتاسيوم بجوار النباتات تكبيشاً، ثم الري على الحامي مع صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات. مع تحيات قطاع الإرشاد الزراعي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. ازاي؟ لا لا لا، من غير ولا احضان ولا بوس. ثم ايه اللي فين الكمامه بتاعتك؟ بنساها في البيت، سامحيني. لا ما ينفعش، دي ضروري وقايه ليكي واللي حواليكي، خصوصا في الاماكن الزحمه دي. اوعي تنسيها تاني. لا مش هيحصل. تعالي نشوف ابو احمد بيبيع ايه. شكل الخضار بتاعك نضيف وزي الفل. قال لي كده بقى، خد الطماطمايه دي وليها شهد وزي العسل. لا لا ما ينفعش امسك الخضار بايدي عشان العدوى. بالنسبه للاطعمه الطازه غير المغلفه واللي بتكون معرضة إنها تتمسك بالإيدين، فلازم نغسلها كويس جداً بالماء الجاري وتركها لغاية ما تنشف. ماشي يا أم محمد، الله يكسر خير. يلا إحنا نروح نشوف العيش. يلا. إيه ده؟ الزحمة دي كلها؟ وما فين التباعد اللي بيقولوا عليه؟ بس بعد إذنكم التباعد عشان المرة اللي في البلد اللي بنتكلم. حاضر يابا، كله يا أخي. يرجى التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة في الأماكن المزدحمة والأسواق. بصي بقى، عشان احنا كنا في الزحمة دي، خدي بقى عقامي ايدك. يلا. ها ديك يا أم فاروق. يا اختي لو كل واحد عمل اللي انت بتعمليه ده مش هيبقى في كورونا في البلد. الوقاية خير من العلاج. صحتنا راس مالنا وزرعتنا كل أملنا، برعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قطاع الإرشاد الزراعي وبالتعاون معه. الري التنقيط طبعا بيوفر في العمالة كتير، هيفيدنا كتير لان احنا هنوفر مية، بيوفر في المبيدات. الفلاح المصري ذكي ومتطور، وبفعلا لما بيشوف بعينيه فايدة تقنية حديثة بيطبقها. البيرو غمر هيضر نفسه ويضر غيره كمان معاه. كل نقطة مية بتصرف في الصحراء لازم نحافظ عليها، لازم نستفيد بيها بقدر الإمكان. الري بالتنقيط بيوفر عليها حاجات كتير جدا، بيمنع موضوع الحشائش في الأرض خالص خالص. الري الحديث ممتاز، أنا بزرع خضار، الإنتاجية عندي في التنقيط 10 أضعاف الغمر. ري حديث بالتنقيط مستوى إنتاجية عالية، عايزين نبدأ الناس تتعلم التجارب الحديثة وتبدأ نطبقها ونبدأ نطورها. قدمنا طلب عشان تحسين نظم الري، نعمل شبكة ري تنقيط عشان نوفر من كمية المية ويزيد الانتاج. أنا لو رويت بالغمر مساحة زي اللي احنا واقفين فيها دي تاخد 3 أيام، ال3 أيام دول أنا بختصرهم في 3 ساعات. بيوفر كمامة، بيوفر عمالة، الأرض ما بتطبلش اللي هي بتتروي بالري الحديث. الري الحديث ضرورة مش رفاهية. هذه الحملة برعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قطاع الإرشاد الزراعي.
عزيزي المزارع، أخي المزارع، أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها خلال شهر نوفمبر، والتي تمثلت في الآتي: أولاً، بدء برنامج فطام المساحات المرشحة للكسر والتوريد خلال المرحلة الأولى، بحيث لا تقل مدة الفطام عن 30 يوم. ثانياً، البدء في عزيق مساحات الغرس الخريفي وزراعة المحصول المحمل والانتهاء منه قبل نهاية هذا الشهر. ثالثاً، تضاف الدفعة الأولى من السماد الأزوتي للقصب الخريفي بعد العزيق. رابعاً، بدء الاستعدادات لبداية موسم العصير بالارتباط مع الأيدي العاملة ووسائل النقل المختلفة طبقاً لخطة الكسر ومراجعة مراقبة التخصصية في ذلك. خامساً، استمرار ري مساحات المراحل الأخرى من خطة الكسر والتوريد مع عدم الإسراف فيه حتى لا يرقد المحصول. سابعاً، استمرار التوعية بعدم تطويش المحصول أو توريقه. ثامناً، تربيط المساحات المحتمل رقادها من المحصول. تاسعاً، استمرار مكافحة الآفات الحشرية إن وجدت. مع تحيات قطاع الإرشاد الزراعي، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. نجد تحية مرة أخرى مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في أولى فقرات برنامجنا الحوارية لهذا اليوم من ساعة صبحية، فقرة في غاية الأهمية هنتكلم فيها عن بعض الأمراض اللي بتصيب الأطفال. زي ما حضراتكم عارفين إن على مدار أيام السنة بتنتشر الأمراض اللي بتصيب أطفالنا حسب الفصل اللي احنا بنكون فيه. يعني في فصل الصيف بتنتشر أمراض السعال، الجفاف، الإصابة بضربات الشمس وخلافه. في فصل الربيع بتنتشر برضو الأمراض المتعلقة بالحساسية، وتحديدا حساسية الأنف والصدر عند الأطفال اللي بيعاني من هذه الحساسية، فرط الحساسية. أما في الخريف بقى بتبدأ تظهر عندنا الأمراض المتعلقة بنزلات البرد، واللي بتزيد ذروتها في فصل الشتاء. يمكن الأيام اللي احنا بنعيش فيها دي من أكثر الأيام اللي الواجب على أولياء الأمور أن يتخذوا كافة الإجراءات الاحترازية والوقاية في المقام الأول، وأيضا يتخذوا العديد من الإجراءات اللي من شأنها رفع مناعة الطفل تجنبا للإصابة بهذه الأمراض. النهاردة إن شاء الله في هذه الفقرة هنوضح لحضراتكم الأمراض المتعلقة بفصل الشتاء واللي بتصيب الأطفال، إزاي نقدر ناخد بالنا، إزاي نكتشفها، إزاي نعالجها، وكمان نقوي المناعة بتاعتنا عن طريق إيه، ده اللي هنفتحه إن شاء الله والعديد من المحاور الأخرى مع ضيفنا العزيزة الأستاذ الدكتور محمد علي خلف، استشاري طب الأطفال وحديث الولادة قسم الولادة الأمومة. برحب بك يا دكتور وتحياتي لحضرتك. أهلا وسهلا، سعيد جدا بلقاء حضرتك. أهلا وسهلا. بكل تأكيد يا دكتور، فصل الشتاء من الفصول اللي بيسبب حالة من القلق وتحديدا عند أولياء الأمور، وبتكثر يعني الأسئلة عند حضراتكم كأطباء أطفال، وبتبقى في حالة كده من الاستغاثات المستمرة لدى الأطفال اللي بيعاني من بعض المشاكل. عشان كده يا ريت في البداية توضح لنا كده أهم الأمراض أو المشاكل اللي بتواجه الأطفال، وتحديدا مع دخول فصل الشتاء في الأيام اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. تمام. حضرتك بالنسبة للأطفال في فصل الشتاء طبعا بيبقى البرد دون بيأثر أكتر حاجة على الجهاز التنفسي. نعم. الجهاز التنفسي بتاعنا بيبتدي طبعا من ابتداء من الأنف والحلق والبلعوم والعصب الهوائية والرئة، وبيبقى فيه طبعا برضو بتكسر الفيروسات اللي بتسبب هذا النوع من البرد عموما، او اللي هو بيتقال عليه الزكام يعني، او نزلات البرد. احنا لو بتبقى الاعراض بتاعته يعني اعراض تنفسيه كلها معظمها، بس يعني بتبقى بشكل طبعا طفيف يعني، لان هي بتبقى غالبا فيروسيه يعني. نعم. فبتبقى برضو ممكن سيلان في الأنف، احتقان مثلا في الحلق، بعض الدفيان، مش هيبقى فيه حرارة جامدة، هيبقى فيه برضو ممكن أحيانا فقدان للشهية عشان احتقان الحلق. يعني شوية ممكن برضو لو طول نزلات البرد بتطول شوية، ممكن يبقى فيه برضو كحة خفيفة أو حاجة يعني ما هياش إيه نقدر إن احنا نصنفها مثلا هي حاجة تبع الحساسة أو حاجة مثلا برضو بكتيرية أو كده.
بس فنزلات البرد برضو بيبقى فيها لغط شوية، ان هو ممكن احنا في ناس بيختلط عليها الموضوع شوية وبتبقى عامله لهم شوية رعب بقى في الايام اللي احنا فيها دي وكده. يعني حابين ان احنا نكشف الموضوع ده ونطمن الناس شوية ونطمن طبعا الناس. احنا طبعا الطفل لازم نبقى عارفين ان هو الطفل مناعته بتبقى يعني ضعيفة خلاص لسه طبعا يعني في مرحلة البناء والتطور بتاعه، فدايما الجهاز المناعي بتاعه مش ممكن ما يكونش تعرض للفيروسات دي، فبالتالي ممكن بتيجي في الاول نوبه برد او نزل برد تبقى قويه شويه بشكل قوي. صحيح. مش شرط، ما فيش داعي للقلق برضو. وبرضو ما فيش داعي برضو اللي احنا ايه يعني ان احنا يعني برضو ان احنا نجتهد قوي في الـ في الـ في الـ في العلاجات. لا ده موضوع لوحده يا دكتور، ده موضوع لوحده بالظبط كده، لان للاسف الاجتهاد ده حتى مش بس في التعامل مع الاطفال، ده التعامل مع يعني مع الكبار. يعني مثلا انا ممكن يصيبني دور برد فتلاقي زميلي او صديقي في الشغل خد بص الدواء الفلاني هيعمل معاك شغل، وده قص على ذلك بعض الامور. تلاقي مثلا واحده ابنها تعب فبتشاور زميلتها ده انا اديته الدواء الفلاني عمل مع الجزئيه دي تحديدا. يا دكتور تحب تقول عنها ايه لاولياء الامور وتحديدا الام اللي هي بتبقى مثلا خايفه تودي ابنها للدكتور ويقول لك الجو برد اطلعه يتعب اكتر، فبالتالي بتستسهل بتسال صاحبه ليها او جاره انت لما ابنك تعب في المرحله الفلانيه ايه اللي حصل او اديتي له ايه، فبتقتدي بيها يعني، فتنصحنا بايه في هذه الامور؟ تمام. هي موضوع ده مش منتشر قوي في الاطفال، او يعني اولياء الامور برضو بيبقى عندهم برضو ايه يعني خوف برضو من هم ياخدوا الوصفات. صحيح. والحاجات دي ان طبعا الطفل ما بيقدرش يوصف، خاصه لو كان يعني في مرحله اللي هي الطفوله المبكره مثلا اول سنتين، فمش هيقدر يقول والله ايه بيوجعني ايه يعني زي الكبير يعني، فما بيبقاش في اجتهادات. حتى مثلا برضو يعني الناس اللي هي بتبقى برضو ممكن ليه علاقه بالمجال الطبي بيخاف شويه ان هو يوصف حاجه لطفل. صحيح. دايما يعني عشان الجرعات بالظبط، الجرعات بتاعته شكله. صحيح. هل مثلا ده بالظبط كل الحاجات دي بتخش معانا في الموضوع ده. فاحنا طبعا يعني يعني العلامه طبعا العلامه اللي هي بتخلي برضو الام شويه تقلق ان هو لو في شويه زكام. حراره شويه او مثلا الزكام ده بقى بدا يعمل زي ايه مضاعفات شويه بالظبط زي ما حضرتك بتقول كده، انسداد في الانف، صعوبه في التنفس شويه. صحيح. حاجات زي كده بيبقى الافضل طبا ان انا ايه يعني بحد يساعدني. الاطفال اللي بيرضعوا ما بيعرفوش يرضعوا وده بعلامات الاحتقان طبعا طبعا، ولو بياكلوا بيبقى الاكل هو صعب. هو نزلات البرد كنزلات برد هي كده كده هتروح لوحدها بدون اي علاج يعني عموما، لو الفيروس ضعيف وبيروح يعني اوكي ما فيش مشكله. بس هي الفكره ان هو ممكن مناعه الطفل تبقى ضعيفه شويه، او مثلا ظروف اللي حواليه يعني مش موضوع مناعه بس، تصرف الناس اللي حواليه، البيئه اللي هو عايش فيها. القلق بتاع اولياء الامور يعني الام لما تشوف ابنها تعبان عايزاه يخف دلوقتي بعد ما ياخد دواء ويخف، اللي هو اما تكون برضو عندها قلق زياده، او مثلا برضو في عادات موجوده في البيت مثلا دخان، بخور، مش عارف ايه. صحيح. حاجات وبريه، حاجات يعني حاجات برضو ممكن قد تساعد ان هو دور البرد ده يقلب بحساسه ويقلب يعني يبقى في مضاعفات من دور البرد. صحيح. بس هو دور البرد كمجردا يعني كدور برد ما فيش منه ايه القلق الكبير، خاصه في الطفل. الاطفال اللي هم كبار شويه يعني مثلا هو من سن سنتين لسته يعني ممكن نقول الام ممكن تستني شويه ويومين ولا حاجه وما فيش سخونه ولا حاجه، وتدي له حاجات بقى اللي احنا ايه بنرفع بيها الوقايه العاديه اللي احنا مثلا ايه الفيتامين سي، الحاجات اللي احنا عارفينها بقى اللي هي موجوده برده في كل بيت عندنا الحمد لله. ومصر هنا بقى يعني غنيه بالزراعات الجميله والحاجات اللي هي الكويسه جدا الطبيعيه مش موجوده في اي دوله يعني. فبنقدر احنا برضو يعني نعمل حاجات كويسه للاولاد من خلال الغذاء طبعا. الغذاء طبعا ده مهم. التغذيه السليمه بكلف الطفوله المبكره بيبقى عندي انا في الاب والام يقدروا يعملوا حاجه طبعا يقدروا يرفعوا المناعه بتاعت اولادهم طبعا بالحرص ان هم ياخدوا التطعيمات بتاعتهم في الشكل بشكل كويس وفي الاوقات المظبوطه. التطعيمات برضو في يعني طب انا حضرتك مشكور انت طرقت لهذه الجزئيه. في ناس بتقول لك التطعيمات الاساسيه اللي تبع الوحدات الصحيه وفي تطعيمات اضافيه ممكن اخدها من الفيكسير او المصدق واللقاح. الاثنين لازم نحرص عليهم يا دكتور؟ والله شوف حضرتك طبعا يعني اللي هي طبعا وزاره الصحه دي مفيش فيها كلام يعني دي حاجات يعني أساسية. دي حاجات اجباريه انا مفيش عندي فيها اختيار خالص. اما الحاجات اللي هي اللي تعتبر يعني مش الزاميه او اضافيه فاحنا يعني طبعا الوضع الاقتصادي طبعا بيحكمنا شويه في الموضوع دون. بس يعني لو برضو
انا مثلا عندي مثلا طفل مثلا يعني ما اتولد مثلا كان عنده زي صعوبه في التنفس او كان عنده مثلا حاجه شويه في حضانه او لازم يتعمل تمريض فاعمل بالظبط اخد المكورات بتاعته صحيح. يعني ليه؟ لان طبعا احنا دايما في الطب بتاعنا الاساس بتاعنا الوقايه خير من العلاج. انا ما استناش ان انا طفلي يتعب، لا يعني معلش انا لو انا اتحجزت مثلا في اي مكان او حاجه فهدفع اضعاف التطعيم دون، وغير كده وقتي هيروح وشغلي وحاجات كتير يعني هتتعطل برضه بسبب الموضوع ده. فانا اللي هو اللي هم اكثر عرضه سواء مثلا للمشاكل التنفسيه والنزلات المعويه خلاص، هم دول اشهر حاجتين ممكن بيتاخدوا مثلا في الشركه القابضه للقاحات برضه تعتبر شركه يعني برضه تبع يعني حكوميه طبعا يعني. يعني بس هي بتاخد يعني بتاخد رسوم معينه والله للمقتدر لو يقدر يعني ما فيش مشكله يبقى افضل طبعا كل ما تدي حاجه افضل احسن. ولو طبعا عرضه يبقى لا يعني نقول له ممكن تكون في محل يعني في مقام كمان الاجباري افضل يعني طبعا. عشان برضو ما يبقاش طيب حضرتك طمنت اولياء الامور قلت انا ممكن لو ابني بعد سنتين جاله دور برد يومين لو ما فيش درجات حراره اقوي جهاز المناعه بتاعه بالتغذيه السليمه، لا قدر الله لو بعد يومين في ارتفاع مستمر في درجات الحرارة أو إمتى أزور الطبيب؟ ويبقى لازم إن أنا ما فيش تدخل بقى من عندي، لازم أروح أزور الطبيب. زيارة الطبيب بتكون لما يكون مثلا ايه يعني دور البرد دون عامل ايه بعض المضاعفات يعني صعوبة في التنفس او مثلا فقدان في الشهية. ما انا برضه ما انا دلوقتي مثلا طفل ما بياكلش حتى من اول يوم، طب ما انا يعني ممكن يكون فيه برضه تقرحات، فيه ممكن يكون فيروسات في الفم او حاجة والاب والام مش عارفين يشوفوها، وبعدين غير كده ما هيقعد يومين ثلاثة مش قادر ياكل مناعته هتضعف بالتالي فممكن يخش في حاجة اصعب صحيح. يعني يبقى في حاجة اصعب شوية. ففي بعض الحاجات احنا لا يعني فقدان الشهية انهم ياكلش ولا يشرب خالص دي من اي وقت على طول. برضو ارتفاع الحرارة مثلا بشكل مبالغ فيه يعني مثلا احنا مثلا ايه من اول يوم لا وحرارته 39 او 39.5 يعني ديته خفض الحرارة لمدة يومين وما يعني ولسه بتزيد الحرارة يبقى لازم ازور الطبيب. انا عايز ابين بس لا جزئية يعني هو المفروض ان هي النزلات البرد في العادي مثلا ما بتزيدش اكتر من 38.5 لو انا بقيس مثلا كويس تمام. هي بتبقى فيروسات ضعيفة أيوة. والمفروض هي بتروح لوحدها لا بس الحرارة بادية معايا من الاول مثلا 39 39.5 فالافضل انا ايه في الافضل انا ايه برضو ايه يبقى معايا دكتور ايه يقدر يطمني زياده ويعرفني مثلا ايه منشا الحراره دي. ممكن تكون مثلا في ممكن يكون مثلا في خراج في حاجه في حته تانية يعني مش شرط يكون يعني ممكن لاجل الحظ يكون في برد وفي حاجه تانية مش واخده بالها منها هي اللي معليه يعني سبب عن البرد سبب مثلا خراج لو مثلا او مثلا نزلت برد وجايب مضاعفات قويه او حاجه او الطفل مثلا مناعته ضعيفه او كده يعني بس لو عادي خالص شويه سيلان في الانف مثلا وطفل بيلعب وبيجري ومفيش مشكله وبيدفع حاجات بسيطه ممكن نستنى يومين خلاص وحتى لو مصاحب بعطس مثلا يا دكتور العطس مقبول يعني العطس مقبول لانه مش هيبقى فيه صعوبه تنفس مع العطس يعني بس تمام. لو في مثلا انسداد حاجات يعني قويه يعني مأثره على النشاط بتاع الطفل يعني انت نشاط طفلك انت حاسس ان هو ما بياكلش فطبعا يعني ما في نسبه السكر في جسمه مش مخليه ان هو يتحرك كويس هو بالتالي ايه مستلقي نايم تعبان ما الاكتيف يعني مش ما هواش ايه نشط ففي الحاله دي لا يبقى انا ايه الافضل لان طبعا ايه حد برضو ايه يعني من حد يكون طبعا في طب الاطفال او يعني حد عنده فكره صحيح. يقدر ايه يشوف الايه الطفل يبقى افضل. طيب نروح لموضوع اعتقد يعني ده محتاج تركيز ومحتاج في المقام الاول وعي من قبل اولي الامر ولي الامر الاب الام وبرضو ضمير شويه من الاطباء المعالج للطفل المتعلقه بحساسيه الانف وحساسيه الصدر لان ما بتكتشفش بسهوله. الطبيب ممكن اروح اودي له ابني اقول له بيكرر له دور البرد ولكن الطبيب بيبقى حريص دايما انه بيدي الادويه العاديه اللي هي المضادات الحيويه وفي الاخر بيكتشف ان دي حساسيه صدر وحساسيه انف وعشان ان لم يتخذ اجراء حاسم من البدايه الموضوع بيتطور والحساسيه بتلازم الابن الطفل او الطفله لمده مش اقل من 6 أو 7 سنين. الجزئيه دي ازاي يتم اكتشاف حساسيه الانف وحساسيه الصدر مبكرا وهل لما ابني المريض بده دكتور اطفال اللي يفحصه ولا دكتور متخصص بحساسيه الانف والصدر المتعلق بالاطفال؟ يعني ده لغط كبير واعتقد ده في غايه الاهميه عشان يعني يمكن انا شخصيا وقعت فيه والعديد من اولياء الامور وقعوا فيه وللاسف عدم الدرايه وعدم الخبره الكافيه لدى اولياء الامور للتحديد اللي خلف اول مره واللي هو وكمان الدكتور اللي هو بيدي يمكن خلينا نقول يعني بحسن نيه دواء للطفل على الحاله اللي هو شايفها وبالتالي تم في الاخر ده حسيت انف حسيت صدر تضاعفت بعد كده هذه الجزئيه تمام اتفضل.
تمام، الجزئية دي كويسة جدا وكويس ان حضرتك سألتها، لان هي طبعا ايه برضو يعني موضوع شائك شوية. هو في المقام الاول طبعا يعني احنا لازم نقول الحساسة دي عبارة عن ايه. هي الحساسة عموما اي حساسة سواء جلدية تنفسية اي حاجة بتبقى دي عبارة عن زي برضو خلل في الجهاز المناعي، يعني خلل معين في الجهاز المناعي. والخلل ده مش شرط ان هو يبقى مزمن مع الشخص طول عمره، يعني ده ممكن برضو عشان في يعني بيبقى في الاطفال شويه عشان بدايات لسه ايه تكوين الجهاز المناعي وهكذا يعني. فاحنا اللغط دايما طبعا هنا ما بين ان احنا مثلا ان هو ان في ناس تعالج الحساسه على انها دور برد، او تعالج على ان هو مثلا ده عنده التهاب رئوي او عنده مثلا نزله شعبيه ويبتدي يقعد يدي في مضادات وحاجات ممكن قد تزيد من ايه من 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 او تضعف من الجهاز المناعي اكتر. وما تعملش برضو التاثير ايه الممكن. بس هي الحساسه برضو بيبقى ليها زي كده ايه زي برضو مفاتيح كده بنقدر احنا ايه نعرف شويه منها. اول حاجه طبعا ايه طول الوقت، يعني بتبقى ايه الموضوع مش بيجي مثلا اعراض 3 4 ايام 5 ايام اسبوع، لا ده ممكن ايه يمتد شويه. يعني انا ابني بيكح بقاله شهر، لا انت كده كدكتور او حاجه لازم تعمل ستوب وتشوف الدنيا ايه فيها ايه. يعني بيرشح لمده شهر واكثر كمان مثلا، ياخد مضاد حيوي وما بيأثرش ما بيخفش، حاجات زي كده. دي كلها بتبقى مفاتيح للدكتور خلاص، لان احنا طبعا الموضوع حضرتك اللي اثرته برده سواء مثلا دكتور طب مثلا اطفال عادي ولا حد يكون اللي هي سب سبيشاليتي مثلا ايه الحساسية. صدر اطفال دول موجودين بس قليلين برضو يعني عشان برضو نتكلم فمش هتبقى في مقدرة كل واحد يعني او جنبه حد ايه يقدر يشوف كده. بس احنا ايه بندي برضو المعلومة سواء للاطباء برضو الحديثين او برضو الاولياء الامور، يبقى عنده برضو ايه فكرة انا ابني بيكح لا باستمرار بدي له ادوية كتير او رحت للدكتور كذا مرة برضو بيكح. مفيش بقى حرارة باستمرار، يعني موضوع بس كح اكتر مستمر او سيلان من الانف باستمرار، دون بيخليني لنا ايه افكر ان هو ده ممكن يكون حساسه. طب الحساسه دي برضو ليها تصنيفات، في حساسه مثلا بتبقى حاده وبتاخد وقت معين، يعني مثلا اسبوعين شهر ولا حاجه يعني، او حساسه موسميه مثلا مع دخول البرد، انا عندي ضعف مثلا معين في الانف بس بيزيد مع دخول البرد صحيح خلاص. وفي واحد تاني بيبقى عنده ايه لا يعني حساسه بقى طول السنه، فده بقى ليه برضو علاج وليه بروتوكول وده ليه علاج وبروتوكول مختلف. فهي الفكره كلها ايه اللي احنا طبعا وبرضه بيبقى فيه كمان يعني الحساسه نفسها بقى فعلا من الانف ولا من الصدر. يعني خدت بال حضرتك هي كلها ايه تصنيفات ماشيه مع بعضيها. اللي بيقدر طبعا يحل الموضوع ده بيكون الدكتور برضه عنده خبره شويه او كده، والاب والام برضه يبقى خبرتهم من خلال ايه اللي انا باخد ادويه كتير او مثلا الطفل مستمر معايا اكتر من اسبوعين او حاجه او شباب بيكون او مثلا البرد بيتكرر اكتر من مره في فصل الشتاء كل الحاجات دي بالظبط كده. ما بيبقاش هو برد بقى، بيبقى هو البرد بيعمل ايه بيستحس الجهاز المناعي ويفضل بقى ايه المؤشر يقول ان عنده حساسيه مش دور برد طبيعي بالظبط. يعني هو يبتدي بدور برد ويقعد بقى مستمر فهي حساسه. يعني هي يعني اعتقد ابرز الشكاوى ممكن تيجي لحضرتك يقول لك انا ابني الاسبوع ده اخد الدواء خف، ما فيش اسبوع، الاسبوع الثاني جاله نفس الدور، الاسبوع اللي بعده، فتلاقي مثلا على مدار الاربع شهور بتوع فصل الشتاء جاله خمس ست مرات، فده يعني يقول ان ده تحسس حسيت صدر هو طبعا شوف حضرتك يعني هو طبعا الهيستوري او التاريخ العلاجي اللي احنا بنعمله ده مهم، عشان كده بنناقشه شويه قدام الاب والام صح. بس برضو الفحص الاكلينيكي مهم، يعني الفحص الاكلينيكي انا ما ببص بالادوات بتاعتي واشوف بقى مثلا اشوف الحاجات دي، فبقدر احدد برضو ايه كانت حساسه ولا برضو ده ممكن يكون ضعف مناعي. يعني ممكن انا مثلا ايه برضو انا بستعجل، او مثلا ام بتدي مضاد حيوي كتير، او الدكتور نفسه برضو مستعجل يقول انا عشان ابقى دكتور شاطر ادي بقى ضد حيوي وخلاص، ويعني يخف على وهكذا، او مش متخصص يعني مثلا ممكن يكون بيكشف اطفال وكبار حاجات زي كده. فكل الكلام اللي احنا بنقوله ده موجود في المجتمع، يعني فكويس احنا بنتكلم فيه عشان برضو الاب والام يبقى عندهم ايه المعلومه. فاحنا موضوع الحساسه بيزيد بيزيد طبعا مع فصل الشتاء برضو لازم نقول كده، يعني الحساسه التنفسيه بتزيد في فصل الشتاء، لان طبعا يعني مثلا بالنسبه مثلا مثال زي الانف مثلا الانف مسؤوله مثلا عن ايه عن وظيفتين اللي هي بتدفي الهواء وبتفلتره صحيح. فانا في الصيف مثلا الهواء كده دافي صحيح. فمفيش مشكله انا لو عندي حتى حساسه فهبقى في الصيف حلو مفيش مشكله، بس في الشتاء لا انا كده بيبقى فيه ايه يعني اوفرلود على الانف طبعا. فده بيخلي ايه اللي انا لو عندي ضعف في الانف يبان
في ناحيه جينيه برضه او ناحيه مثلا وراثيه برضه، مثلا اب والام برضه لو عندهم حساسه او جيوب انفيه بتلاقي مثلا نسبه 90% والحاجه الطفل برضه ايه يبقى عنده الموضوع ده وراثه. هل الموضوع ده بيستمر وبيمتد؟ لا مش شرط. أيوة. ممكن بيبقى مثلا يعني في الانف بالذات مثلا بيبقى الطفل لا ممكن في مرحله الطفوله المبكره يبقى عنده كومبليكيشنز وعنده فعلا مضاعفات كتير، يعني تلاقي مثلا هو مشكله في الانف بس عنده مشكله في الاذن وانسداد في قناه ستاكيوس وعنده مثلا ارتشاح ورا الطبله ليه؟ لان بيبقى التشريح بتاع الجزء بتاع دماغه بيبقى يعني الناحيه التشريحيه ان هي كل حاجات كومباكت كلها صحيح. مدمجه، يعني هو المساحه بتاعه الجمجمه بتاعته ما هياش كبيره زينا احنا. فاي حاجه مجرد مخاط او حاجه من الانف اللي هو بيقولوا بوست نيزل او يعني خلف الانف يقدر يعمل لي انسداد ويعمل لي مشاكل في كذا حته. وممكن الاطفال يجي بترجيع ليه؟ عشان برضو ايه الارتشاح الخلفي من الانف بينزل في الولد يبلعه، طبعا طفل ما بيعرفش ان هو يعني طبعا ما يعرفش ينفع يجي لك مثلا بايه، يجي لك مثلا ان هو بيرجع او بيسهل ويكون المشكله برضو فين؟ المخاط اللي هو دخل معدته. اصلا احنا ممكن نديله نقط للانف يبقى كويس مثلا او بخاخه مثلا طيب علاج التحسس اعتقد بيختلف عن علاج نزلات البرد العاديه، وامتى برضو الجا لموضوع الجلسات او النبلايزر، جلسات الاكسجين جلسات الفركولين والحاجات اللي هي بتنظف يعني الدوره الهوائيه بقى في الجسم كله ده. تمام. احنا طبعا قلنا طبعا موضوع الاختلاف ما بين نزلات البرد والحساسه هو موضوع الفتره الزمنيه، يعني الفتره الزمنيه ليه ايه اللي بتبقى زياده شويه. بعض اساتذتنا برضو الكبار برضو احنا يعني ما بنقدرش نطلق برضو موضوع حساسه على طفل وخاصه صدريه، يعني في طفل اقل من سنتين، لان لسه هو اصلا في اطوار من النمو بالنسبه للرئه. يعني الرئه بتبقى يعني الطفل اول سنتين طفل يعني بيبقى مولود 3 كيلو على سنتين بيبقى 12. فطبعا في خلال سنتين بيبقى 4 مرات، يعني صحيح. لو انا مثلا وزني مثلا 80 كيلو بعدين بقيت مثلا في 4 يبقى كام بقى؟ 8 في 4 يعني 320 كيلو مثلا بعد سنتين. فايه لا دي حاجه يعني حاجه طبعا يعني ما نقدرش ان احنا ندي تشخيص قوي في موضوع زي كده، بس في احيانا حاجات بتدلنا، يعني مثلا والده عنده برضو ايه ازمات ربويه كانت بتجيله ومش هكذا، فنقدر او مثلا عنده بقى فعلا ايه مشاكل بقى تنفسيه قويه وصعوبه في التنفس هنديله طبعا الحاجات دي، لان برضو بتبقى افضل شويه نيبولايزر زي ما حضرتك قلت ده، يعني الناس بتخاف منه بس هو كويس جدا. ده مهم لأن ده علاج موضعي صحيح، يعني احسن من ان انا مثلا حد كورتيزون او حاجه وبعد الجلسه شرب. بيحس الطفل بتحسن بالزبط. شويه بالظبط، عامل زي نقط المناخير او القطر او حاجه، يعني انا بشتغل على جهاز واحد بس بشتغل على جهازي على الصدر بس او زي بخار يعني زي فموضوع مش بيبقى يعني في ناس بعض الناس يقول لك لا ده هيتعود عليه لا مش شرط. انت حسب برضه النصيحه الطبيه وزي ما الدكتور شايف لا يبقى هو قالك ده كويس هيبقى كويس. والجرعه كمان اللي بتتحط في الجهاز في جلسات الاكسجين طبعا بتختلف طبعا حسب حاله الطفل حاله ووزنه وكل الحاجات دي بتختلف طبعا، بس ما هياش حاجه يعني فيها رعب ولا حاجه لا ما فيش مشكله فيها، بس طبعا لازم اللي بيحددها بيبقى الدكتور وبيحددها فتره زمنيه قد ايه والجرعه بتاعتها قد ايه. وبناء على تحاليل برضه يا دكتور صح كده بتبقى تحاليل مش شرط، يعني هو ممكن بالفحص الاكلينيكي يعني يبقى كافي خلاص انه هو بيحط السماعه بيقدر يعرف على طول كان يعني صوت الصدر بيبقى مميز قوي، يعني مش بيحتاج ان هو ايه ان هو يعمل، بس برضه يعني طبعا يعني احنا مع التاكد والكونفيرم والحاجات دي كلها يعني نعمل شيست اكس راي بس برضو يعني احيانا يعني لو سن صغير مش عايز اعرضه للاشعه بقى يعني صحيح. يعني موضوع ايه يعني بتعتمد برضو دايما على الجو بتاعنا والمجتمع بتاعنا، عشان كده هو الطب برضو يعني يعني صعب ان هو يعمم ما يبقاش جايد لاينز عالميه لا كل منطقه وكل يعني وكل شعب وكل مجتمع برضو يعني بيبقى فيه احيانا حاجات ليه ظروف وكده فمن لازم نروح بقى للجزئيه اللي اعتقد يعني في غايه الاهميه وتحديدا الاطفال حديثي الولاده واللي بيولدوا في فصل الشتاء واللي بيبقوا اكثر عرضه للاصابه بنزلات البرد، الام ما بتعرفش عايزه تعمل ايه، البعض يقول لك ده البرد ده عادي الحديثي الولاده ان المناخير تبقى متزكمه ده عادي، واعتقد يعني الامر ده مش عادي تحديدا في فصل الشتاء، حتى برضو لو كان فصل الصيف هشوف حضرتك بتضحك اعتقد برضو مش عادي، يقول لك لا ده عادي ممكن الطفل طالما لسه مولود مناخيره بترشح ده مش عارف ايه، وضح لنا بقى الجزئيات المهمه. تمام وبالنسبه للاطفال هم حديثي الولاده طبعا ده بيبقى ايه طبعا يعني كل الناس بقى بيبقى يعني ايه وضع خاص كده وضع خاص كلهم بيترقبين كده واي حاجه ايه بيقلقوا جامد. طب لازم ندي معلومه برضو للطفل حديث الولاده، لازم اعرف ان هو اللي احنا دلوقتي يعني هو عنده اما بياخد النفس خلاص بياخده عن طريق الانف بس ما يقدرش ياخد نفس عن طريق الفم، يعني ربنا سبحانه وتعالى عامل الفم وعضلات الفم كلها واللسان كلها يعني ايه في خدمه ايه في خدمه الرضاعه،
يعني هو ما يقدرش هو مثلا يعمل كده انت لو قفلت له نفسه او لا قدر الله مثلا نام على وشه او حاجه ده لا كده ايه ما يقدرش ياخد النفس سنتين لا ده احنا ايه في الشهور الاولى في الشهور الاولى لسه ان طبعا لان هو يعني بيحصل برضو ايه يعني مثلا طفل بيبقى 3 كيلو ممكن على الشهر سنس يبقى 6 يعني يبقى ضعف وزنه فهي الموضوع بيبقى ايه قصة بقى لنا ان الهواء كله 100% بيدخل من الانف و100% بيطلع من الانف فطبيعي جدا ان هو ممكن يبقى فيه زي برضو ايه يعني بعض الافرازات او حاجة فبتعمل صوت جامد يعني فالام تقول لك انا ايه ده صدره يا دكتور حط ايدك وبتاع يعني ايه تبقى جاية ايه قلقانة ان هو فيه صوت جامد ولا انا خايفة على الولد والكلام ده هو الموضوع يكون فيه زي بس ايه افرازة صغيرة في الانف او حاجة فبنطمن بنطمن الام نحط سماعة مفيش حاجة لا الدنيا كويسة خلي بالك بس كده ممكن برضو ايه تعملي له زي علاج طبيعي كده على الصدر كده خلاص بتنيميه مثلا في حجرك وتخلي وشه مثلا لتحت ومنخبط على صدره كده لو في اي افراز ولا حاجه ده ايه زي كده يشفط بس طبيعي يعني صحيح. وفي بعض الدكاتره يعني برضو ايه بيقوم مثلا ايه مدي له حاجه طبيعيه للانف مثلا ميه البحر الحاجات دي كلها برضو يعني يعني بتبقى كويسه لان حاجات طبيعيه يعني او محلول الملح الطبيعي اللي احنا ما فيش مشكله طبعا 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 يعني اي حاجه بتخلي ايه يعني ان الانف يحصل لها زي تنظيف لو في انسداد يعني ايه بالظبط تسلك الانف بالظبط كده وبترطبها بتعقمها يعني في ثلاث حاجات ممكن نعملها يعني يبقى التعقيم والتنظيف والتلطيف لان احنا دلوقتي مثلا فصل الشتاء ممكن يبقى فيه جفاف في الانف برضه يعني الاغشيه المبطنه للانف دي ما هي معرضه للهواء فممكن صحيح. يحصل لها جفاف زي ما بيحصل جفاف في الجلد فانت ما بتدي برضه الحاجات دي برضه تعمل ترطيب الى حد ما خاصه مع التقلبات الجويه اللي احنا بنشوفها بالظبط كده بالظبط كده الطفل حديث الولاده بقدر الامكان يعني يعني اهم حاجه ان هو يكون بيزيد في الوزن وفي الطول بتاعه وبيرضع كويس دي اهم حاجات يعني احنا بنخلي بالنا منها وطبعا برضه ايه والتطور بتاعه الحسي والحركي والحاجات دي طبعا لازم الام برضو تبقى عارفه طيب نزلات البرد عند الاطفال حديث الولاده بينصح عدم يعني تدخل مضاد الحيوي الا وقت اللزوم لما تكون الحاله متضاعف صحي لا يعني في يعني. الحديث الولاده دول اصلا انت ايه يعني جهاز المناعه بتاعه يعني بالظبط مفيش خالص يعني لازم تتعامل معاه بشكل ديليكت كده خالص ده طفل بيبي صغنن وبعدين بيبقى في علامات بقى يعني لو في حاجه مثلا قويه هيبقى ليها علامه يعني في صعوبه تنفس قوي مش قادر ياخد نفسه حراره في الحاله دي انا ادخل مضاد الحيوي ممكن بقى المضاد الحيوي بتاع حديث الولاده يختلف تماما عن باقي المضادات الحيويه بعد سن السنتين او في الجرعات بتاعته طبعا في الجرعات في الانواع بتختلف طبعا بتختلف طبعا يعني الضرورة اللي أنا أدخل فيها المضاد الحيوي تبقى حد طفل زي دكتور لا شوف يعني هو دي مفيش يعني ده ممنوع خالص الاجتهاد خالص في موضوع حديث الولادة ده أيوة. طبعا ليه يعني تعتبر انا حديث الولاده دول على فكره يعني التعريف الاصلي بتاعه اول 28 يوم ده كده اسمه حديث الولاده بعد كده اسمه رضيع بقى ايه اللي هو لسه حديث الولاده لا ده يعني ايه ما يعني لان هو لو لا قدر الله في حاجه فهتبقى الحاجه اوفر يعني انت مش يعني هتلاقي مثلا ايه ان في لا جاي له مثلا ايه لا قدر الله مثلا التهاب رئوي فانت مش يعني النفس صعب مش فانت مش هتقدر تعمل حاجه يعني انت ايه لا ده بيتحجز له يومين ثلاثه ولا حاجه بقى وبياخد بقى اكسجين وبياخد مثلا حاجات برضو عن طريق الوريد وبيبقى الاخصائيين اللي هم الحديث الولاده بيبقوا هم ايه يعني قائمين على الموضوع ده بيدوا له بشكل معين في سواء مثلا في الوريد او كده وبنسب معينه وب يعني ودايليوشن معين او يعني يعني تركيزات معينه طيب اسباب اللي بتخلي النزلة البرد العادية بتقلب في الآخر لالتهاب رئوي يا دكتور هو الأسباب كتيرة الأسباب كتيرة طبعا الأسباب كلها يا بس هي تتلخص في حاجة اللي أنا أكون بضعف في المناعة يعني عندي مثلا ظروف بيئية بتضعف في المناعة مثلا جو مش صحي يعني قاعد في جو مش صحي مفيش مثلا إجراءات نظافة أو حاجة بقى موجودة يعني كل ما هو يضعف في المناعة خلاص هيطول هيخلي نزلات البرد ايه تقلب ممكن ايه التهاب رئوي الالتهابات رئويه او يعني التهاب رئوي لما تكون الحاله متاخره للمريض هي دي اللي بتقلب بقى التهاب رئوي لما يكون يعني الاصابه شديده ما فيش الحاجات بالظبط بيبقى مش شرط يعني هو الفيروس عموما يعني بيبقى يعني الموست كومن او الاكثر يعني اعتيادا هو ايه ان هو بيبقى الفيروسات دي ضعيفه ومش مش مش محتاجه تدخل قوي اكتر من الحاجات اللي هي الطبيعيه هو سواء ده يعني طالما هو نشط وبياكل وبيشرب فايه احنا كده مطمنين يعني بس يعني لو احنا لقينا في فقدان شهيه خالص او مثلا في حراره عاليه مفيش نشاط الحاجات دي تخلينا ايه اللي احنا ما نستناش يعني انا ما استناش ان هو يجي له كومبليكيشن ما احنا بنتكلم هنا برضو انت يا امه ما تستنيش ان هو يجي له كومبليكيشن انت شايفه ان هو ايه
حاجات النشاط بتاعه مش حلو خلاص، ما بيرضعش كويس او ما بياكلش كويس. دي علامات حرارة. لازم اهتم دي علامات بقى. لازم حد يتدخل بقى يعني من الفريق الطبي. سريعا يا دكتور بعد اذن حضرتك، النصايح اللي ممكن توجهها للام اثناء فتره الحمل اللي من شأنها الوقاية بقى من نزلات البرد، وتحديدا كمان في السنة الأولى بتاعت الولادة. لا احنا هنقول كمان من قبل ما تحمل أصلا. طب كويس. لأن احنا عندنا طبعا في يعني الأم احنا يعني من ساعة حتى يعني قبل ما تتجوز خالص خلاص بيبقى في حاجة اسمها رغيب الزواج خلاص، دايما بتعمل المفروض الزوج والزوجه بيعملوا زي تحاليل وحاجات زي كده. فمن اهميتها ايه مثلا دلوقتي اجباري كمان ما دي اجباري طبعا عشان بس يعني ايه اهميتها؟ في ناس شايفه ان هي ده ورقه كده، لا دي ليها اهميه كويسه يعني. يعني انا مثلا لما هعمل للام مثلا تحليل دم ويطلع مثلا عندها ايه هيموجلوبين بتاعها واقع خالص مثلا، عندها انيميا، طب انا نصيحتي ليها بقى اقول لها بقى طب حضرتك لا يعني يعني بعد الدخله كده على طول بقى واحملي، ولا اقول لها استني شويه نصلح الانيميا؟ صحيح، لان انيميا دي اسمها فقر دم، وربنا ما يجيب فقر يعني، يعني فقر دم. طب ما هو انا الدم اللي رايح للطفل كله هيبقى ايه؟ قليل جدا، مش كويس، وممكن ياثر على الحمل نفسه اصلا يعني، ممكن يدخلها في نزيف يدخلها. فانا النصيحه ليها لا اقول لها والله ياجلي يا ست الكل ايه موضوع ايه الخلفه دلوقتي لغايه ما نصلح ايه الانيميا بتاعتك وبراحتك خليكي زي ما انت عايز. فاحنا دي عندنا اجراءات ايه ما قبل الحمل اصلا خلاص. طب مثلا هي إيه عملنا الار اتش بتاعها وطلع مثلا نيجاتيف ولا حاجه، فتبقى عندها فكره وعندها ايه يعني عندها برضه خلفيه ايه حاجه زي كده. طيب طب خلال الحمل بنقول لها طبعا اول 3 شهور تاخدي بالك من نفسك، ما تاخديش اي ادويه ما يعني ما خالص ما لو عندك مثلا دور برد او حاجه روحي للدكتور على طول. خدي الفوليك اسيد، خدي حمض الفوليك دون عشان مهم في تكوين البيبي. تجنبي المضادات الحيويه الحاجات دي كلها. تجنب الحاجات لان كل الحاجات دي ممكن تعمل مشاكل للجنين برده. التدخين كمان للست المدخنه طبعا طبعا طبعا، تعرض للاشعه، كل الحاجات اللي ممكن قد تؤثر على تكوين الجنين في اول 3 شهور ده حاجه ايه مهمه جدا. تمام. بس بعد كده طبعا ايه بنعمل السونار، بنطمن على الطفل حركته اجهزته الدنيا ماشيه ازاي. بنعمل اجراءات برضو للولاده تكون اجراءات مظبوطه وصحيه في مكان كويس، مكان يكون برضو متوفر فيه. صحيح. لو هي مثلا قيصريه وحاجه فيه يكون في بنك دم، يكون في مثلا دكتور اطفال هيستلم الطفل. تمام. في السنه الاولى بقى بتاعت الولاده دكتور سريع فضلك عشان في السنه الاولى حضرتك طبعا احنا بيبقى اهم حاجه ان احنا النمو والمناعة، احنا يعني نهتم بالحاجتين. ده طبعا بالتغذيه السليمه، التغذيه السليمه طبعا، والايه والتطعيمات المظبوطه والاجراءات الوقائيه والاحترازيه والحاجات اللي احنا كلها احنا يعني اكيد يعني طبعا حضراتكم طبعا يعني وكل اعتقد كمان كل ام وكل اب عنده خلفيه لانه لازم بيقرا بيكون مطلع، وكمان الخبرات طبعا اللي بعد كده معرفه معرفه مهمه جدا طبعا. انا بشكرك جدا دكتور الحقيقه يعني اضفت لنا بشكل كبير جدا، واعتقد الناس اللي شافتنا اكيد يعني فهمت الموضوع وقدرت تستفاد بشكل مكثف تتعامل تحديدا مع اطفالها وتحديدا كمان حديثي الولادة خاصة في فصل الشتاء. ربنا يحفظ يا رب كل أولادنا يا رب العالمين. بشكرك جدا ضيف العزيز الأستاذ الدكتور محمد علي خلف استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة. شكرا. لسه مكملين معاكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل فقرة حوارية أخرى من ساعة صبحية، انتظرونا. افتعب الشغل في المزارع والغطان، راضي بيقطف طماطم ورمان وما ياخدش باله انها مرشوشة مبيدات بس من وقت طويل وللحشرات كده. جرادي لنفسه وهو بياكل وفرحان لغاية ما الواجع في صدره ومعدته بيجي زي السكاكين. ونقول حاجة تانية، وهنا القعدة سهلة، اغسل الفاكهة اللي بتقطفها مرتين بمية سخنة، لا يحصل لك اللي حصل لراضي. عايز تخش الحمام كل ثانية مرتين عاد؟ مشاهدي قناة مصر الزراعية، ننوه بأنه قد تم تغيير تردد القناة على النايل سات إلى 11900 رأسي. حرما يا حاج. جمعا يا ابني ان شاء الله. يا سلام، وكمان لابس الكمامة، الله ينور عليك.
وعليك يا ابني امه والسجاده كمان، واحنا واقفين في الجامع متباعدين عن بعض اخر حلاوه كمان. امال ايه؟ الله، لما تبص وراك كده يا حاج. انتوا رايحين فين يا جماعه؟ احنا رايحين دار واسماعيل عشان ربنا شفاه وعافاه من الكورونا، هنزوره وانت اننا راجعين. مش قلنا ما نروحش نزور حد دلوقتي؟ اللي عايز يسال عليه يسال عليه في الموبايل. ويلا يا جماعه كله يلف ويرجع تاني. يلا بينا يا رجال. وعلشان تتجنب العدوى بفيروس كورونا المستجد، تلبس الكمامة وقت الصلاة في الجامع، وتحافظ على المسافة الأمنة اللي بينك وبين اللي حواليك، واوعى تنسى سجادة الصلاة بتاعتك. ولو كنت في الكنيسة لازم تراعي نفس الإجراءات الاحترازية، لأنك بكده بتحمي نفسك وتحمي غيرك. صحتنا رأس مالنا، وزرعتنا كل أملنا، برعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قطاع الإرشاد الزراعي، وبالتعاون معه. نجد تحية مرة أخرى مع حضراتكم مشاهدينا الكرام، فقرة هنتكلم فيها عن الموالح المصرية اللي بتحتل مرتبة كبيرة جدا 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 في الصادرات المصرية من الحصلات الزراعية، وكمان الموالح هي المرتبة الأولى من إنتاج الفاكهة عندنا في مصر. عايز أقول لحضراتكم مجهودات كبيرة جدا بذلتها الدولة المصرية مؤخرا لدعم الصادرات من الموالح، وفي المقام الأول قبل التصدير كمان عملية الإنتاج. وكمان مهم جدا لما نيجي نتكلم عن الموالح المصرية لازم نفخر بالجودة العالية اللي بتتميز بها الموالح بمختلف أنواعها عندنا في مصر. موضوع في غاية الأهمية هنفتحه إن شاء الله في من خلاله العديد من المحاور مع ضيفنا العزيزة الأستاذ الدكتور محمد سامي، وكيل معهد بحوث البساتين للإرشاد والتدريب. أهلا بك يا دكتور وتحياتي لحضرتك. أهلا فندم وبالسادة المشاهدين. أكيد الموالح المصرية ذات طابع خاص وتحديدا من الناحية التصدرية، ولكن في المقام الأول قلنا أهمية الموالح في مصر وإيه اللي بيتميز به الحصلات الزراعية من الموالح عندنا هنا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. الموالح كلمة عامة لمجموعة من الثمار
اللي لا يخلو منها بيت في مصر. صحيح. سواء في الشتاء أو في الصيف. نعم. فأنا عندي في الشتاء أنواع عديدة من البرتقال واليوسفي. نعم. وفي الصيف الليمون في 12 شهر الليمون موجود على المائدة المصرية. صحيح. الموالح المصرية بتتميز بأنها ذات نكهة ولون وجاذبية عن كل أصناف عن كل أنواع وأصناف الموالح في دول العالم. ثمرة الموالح الموالح كلها فاكهة شعبية تمنها في متناول الجميع. يستطيع كل فئات الشعب انها تحصل عليها. ومن فضل الله علينا ان ثمار الموالح تظهر في فصل الشتاء. فصل الشتاء يتميز بالكثير من نوبات البرد والإنفلونزا. ثمار الموالح فيها نسبة عالية من فيتامين سي يعني المناعة. بالضبط. يقوي المناعة. تقوى المناعة يبقى ما فيش إصابة بالبرد أو بنقلل بقدر الإمكان من الإصابة بنوبات البرد. كوباية عصير 100 سنتي عصير فيهم من 50 ملي من 50 ل 70 ملي جرام من 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 فيتامين سي بيور. ودي يعني نسبه تكاد تكون كافيه. صحيح. للشخص العادي. يعني برتقانه يا دكتور تكفينا عن القرص اللي احنا ممكن نجيبه من الصيدليه. بالظبط. في الظروف العاديه. صحيح. لكن في حاله الحالات المرضيه احتاج تركيز زياده شويه. العصير بتاع الفيتامين سي العصير أو استخدم اقراص فيتامين سي او حاجه تزود المناعه اكتر. صحيح. المهم ان هي لها دور اساسي في اكساب الناس مناعه طبيعيه في خلال فصل الشتاء. طعم مرغوب فيها بالإضافة لفيتامين سي. فيها الأملاح المعدنية غنية جدا بالأملاح المعدنية. فيها فيتامين ألف. فيها نسبة عالية من الألياف اللي بتعمل على تسهيل الإخراج عند الناس اللي بيعانوا من بعض المشاكل في الجهاز الهضمي. فهي ثمرة مقبولة على المستوى العام. صحيح. أما من حيث تواجدها مساحة وإنتاج أنا عندي أكثر من 400 ألف فدان ما شاء الله في مصر مزروع بالموالح. هي الفاكهة الأولى بين أصناف الفاكهة جماعة هي الأولى مساحة وإنتاج وتصدير ما شاء الله. فأنا عندي مساحة أكثر يعني تصل أو تقترب من نص مليون. وأنا كان عندي في 2014-2015 كنا عدينا 500 ألف فدان ما شاء الله. دلوقتي المساحة تقترب من 500 ألف فدان. عندي إنتاج 4 مليون طن وزيادة من الثمار بمتوسط إنتاج 10 طن للفدان ما شاء الله. هذا المتوسط يعني متواضع بالنسبة للمتوسطات العالمية. ليس عن ضعف في 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 المزارع كلها. وإنما أنا عندي مزارع في غرب النورية في في وادي الملاك انتاجيه بتاعتها ما شاء الله 22 طن و25 وتصل 25 طن وزياده في بعض. صحيح. المزارع. لكن انا عندي نص المساحه تقريبا نص المساحه المزارعه مزارع قديمه في الوادي والدلتا. مزارع الوادي والدلتا يصل سن بعض المزارع ل 100 سنه و 80 و 100 سنه. واو. فاصبح ده بيأثر على الانتاجيه طبعا بتاعتي. بالظبط. اصبح انتاجيه هذه المزارع منخفض. ولكن لا توجد اليه تلزم بان المزارع يقلع القديم ويعيد الاحلال. وفيه حضرتك يعني طبائع المصريين انا ورث عن ابويا وانا ما بقدرش اتخلى عنه. صحيح. ودي يعني طبيعة عندنا وصعب. صح. انك تقنع هذه الناس بالتغيير. نعم. بالاضافة لتفتت الحيازة في هذه الاماكن. ففعلا كمية الانتاج ضعيفة. بالاضافة المشكلة عامة تقريبا في الاراضي القديمة. في الاراضي القديمة. في الاراضي الحديثة كل كلامي ما شاء الله انتاجية كل كلامي بالنسبة لخفض الانتاج في الاراضي القديمة. اراضي الوادي والدلتا. أراضي الوادي والدلتا بتعيش مشكلة يعلمها الجميع تقريبا. مستوى الماء الأرض مرتفع. شبكات الصرف متهالكة قديمة محتاجة لصيانة ومحتاجة الإحلال عشان تحسن من خواص التربة. مش لشجرة الموالح بس. لكل المحاصيل. صحيح. وبصفة خاصة الفاكهة لأن الفاكهة جذور تمتد في الأرض المسافات. فالماء الأرضي قريب من هذه الجذور فبيؤدي إلى ضعف الأشجار بصفة عامة. تمام.
يوم بعد الآخر بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ثم المجهودات المبذولة بتتضاعف وبتزداد الصادرات بتاعتنا من الموالح المصرية. فن يمكن حضرتك صححت لنا معلومة إن مؤخرا لحد كام شهر فاتوا إن الصادرات بتاعتنا وصلت لمليون و700 طن. ده مؤشر بيقول إن احنا الحمد لله ربع ماشيين في الانطلاقة الحقيقية لزيادة الصادرات. تمام. ده يعني نابع عن إيه؟ المجهودات اللي بوزلت، الدور اللي احنا محتاجينه، الصادرات المصرية ليه يعني عليها طلب من الخارج أكثر، الدول المستوردة للموالح عندنا كمان هي إيه يا فندم بره؟ احنا الحقيقة مسألة التصدير يتعلق بها موضوعات عديدة. دور الملحقين التجاريين في السفارات، سمعة إنتاج المنتج المصري، سمعة رائعة بالنسبة للموالح في كل دول العالم. صحيح. إحنا بنصدر أخيرا، وصلنا ل 111 دولة على مستوى العالم. ما شاء الله. دول موالح فقط؟ للموالح. فيما يخص الموالح 111 دولة بتاخد من مصر موالح. الأهم الدول روسيا، السعودية، الصين، دول الاتحاد الأوروبي. كمية الموالح المصدرة هذا العام زي ما سعادتك قلت 1.7 مليون، وفي بعض البيانات بتقول 1.8 مليون طن تصدير الموالح. احنا كنا دائما بنحتل مرتبة تانية تالتة بعد أسبانيا. أسبانيا تحتل المرتبة الأولى. احنا الآن في المرتبة الأولى قبل أسبانيا بفضل الجهود في الإنتاج والجهود التجارية في مسألة التصدير والتعامل مع الدول الأخرى وفتح أسواق. يمكن والسلالات كمان بتاعتنا في الموالح يا دكتور. نعم. والسلالات بتاعتنا كمان في أيوة أيوة أيوة. إحنا لنا ميزة يعني حتى على نفس على مستوى الصنف والنوع. أنا لي ميزة في مصر قد لا تتوفر كثيرا في بعض الدول. مرحلة اكتمال النمو والنضج لثمار الموالح، عندي درجة الحرارة بالنهار ودرجة الحرارة بالليل الفرق بينهم كبير. الفرق العالي بين درجة حرارة الليل والنهار في مرحلة نضج أو في مرحلة اكتمال النمو والنضج لثمار الموالح خلال شهر 9 و10 بيبقى عندي بالنهار الحرارة تصل كذا و30 درجة، وبالليل تنزل ل 19 ل 18 ل 20. هذا الفرق الكبير في درجات الحرارة بيؤدي إلى إعطاء ثمار جيدة التلوين، جيدة ممتازة في الطعم. وده في كل دول العالم اللي بيزور أي دولة تانية بيجد ثمار الموالح المصرية لها خصوصية ولها سعر غير بقية أصناف الموالح، رغم دي بسرة ودي بسرة، لكن طعم الثمار المصرية طعم فاخر جدا للسبب اللي قلت لسيادتك عليه، مع تطبيق حزم التوصيات اللي بتخرج من علماء مصر المتخصصين في هذا المجال في قسم بحوث الموالح معهد بحوث البساتين. نعم. مركز البحوث الزراعي. طيب مش عايز اقول مشاكل، ولكن خلينا نقول ايه التحديات اللي بتواجه يعني حاصلاتنا الزراعيه من الموالح في الفتره الحاليه، ووجهه نظر حضرتك للتغلب عليها ويكون عندنا توسع بشكل مستمر طالما في اقبال وثقه دوليه من قبل عديد من الدول، اكثر من 100 دوله زي ما حضرتك ذكرت عندهم طلب كبير جدا من الموالح المصريه. ده طبعا يستلزم التجديد ويكون عندنا تمام. تطوير ما بين الحين والاخر. تمام. بالنسبه للتحديات وهي يعني امور او موضوعات يسهل التغلب عليها، ما هيش فيها صعوبة. نعم. إصلاح ما يمكن إصلاحه من شبكات الصرف في منطقة في محافظات الوجه البحري أو محافظات الدلتا كلها. نظرا لأن ارتفاع سوق ارتفاع مستوى الأرضي بيؤدي إلى خفض المحصول. نعم. وسوء الجودة وانخفاض الجودة. المساحات الموجودة عندي في مصر أو كمية الإنتاج اللي بتنتج هي كمية كبيرة، أكتر من 4 مليون طن. محتاجين النظر إلى التصنيع. التصنيع في الموالح يضيف يعني بصفة عامة التصنيع، لكن أتكلم عن الموالح بصفة خاصة. التصنيع يضيف قيمة مضافة للمنتج. صحيح. التصنيع يشغل أيدي عاملة. التصنيع يجعل يوم ما أكون عندي مصانع متخصصة في التصنيع يستطيع صاحب الشركات أصحاب الشركات دي يعني التعاقد مع أصحاب المزارع حتى قبل المحصول ما يظهر في السوق. نعم. يدي اطمئنان للمنتج. فأنا محتاج
ثورة كبيرة في التصنيع. على سبيل المثال البرازيل عندها مساحات موالح أكتر مني وإنتاج أكتر مني، لكن لا توجد مش بتصدر زينا، لا توجد على خريطة التصدير. الخريطة التصديرية بالنسبة لها في ذيل القائمة، لأنها بتصنع 72% من الموالح المنتجة. طب أبرز الصناعات اللي ممكن تكون قائمة على زراعة الموالح يا فندم، ممكن غير العصائر؟ المركزات، العصائر، المربات، قشرة الثمار، فيها مستحضرات تجميل، فيها زيوت تستخدم في 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 العقاقير، زهرة الموالح وبصفة خاصة النارنج ذات رائحة عطرية جيدة جدا، يستطيع أصحاب الشركات أو المصانع استخراج هذه المواد واستغلالها في صناعة العطور. صحيح. أنا عندي نسبة التصنيع في مصر لا تتعدى 3-4% للموالح. أنا بتكلم عن الموالح. لا تتعدى 3-4%. دي محتاجة قفزة وعمل مصانع وشركات للتصنيع. التصنيع مطمئن. التصنيع زي ما قلت ساعتك بيضيف قيمة وبيشغل أيد عاملة، ويعني له كثير من المزايا، وبصدر يعني كميات أو أوزان أقل بكثير مما صدر ثمار طازجة، والعائد مرتفع ومجزي. فيعني نرجو هذا يعني التصنيع. طيب. في الفترة اللي جاية محتاجين توسع في زراعة الموالح، ولو فعلا هنتوسع يبقى من شأن ان احنا نضاعف القيمة التصديرية بتاعتنا، ولا عشان خاطر نزود القيمة المتعلقة بالعملية الصناعية، او الاثنين معنا يا دكتور؟ هو انا يعني من وجهة نظر المتواضعة اقول في خط التصنيع لازم يكون فيه تحرك سريع، وفي التصدير يعني التصدير في سنوات يعني التصدير من ضمن الأمور المؤثرة عليه العلاقات السياسية بين الدول. وقول لسعادتك مثل على هذا حقيقي. روسيا في فترة من الفترات كانت بتاخد مننا حوالي 780 ألف طن سنويا. كانت هذه الفترة علاقتها فاترة بتركيا، ثم تحسنت العلاقات مع تركيا. تركيا سحبت مننا 460 ألف طن من كمية اللي بنصدرها لروسيا. ثم تأزمت العلاقات بين تركيا وروسيا بسبب سقوط طائرة بالسلاح التركي. فتأزمت العلاقات بين تركيا وروسيا تاني سنة 2016، فمنعت تماما الاستيراد من فزاد كميات المصدرة. فأنا لازم يبقى عندي أكثر من قناة. صحيح. حلول بديلة كمان وأكثر من جهة أصرف فيها إنتاجي. صحيح. يعني يبقى عندي، أما يكون عندي تصنيع أنا وبدل ما أصدر لروسيا ثمار طازجة أصدر الموالح في صورة مصنعة، قيمة مضافة، دخل قومي يعلى، عملة صعبة تزيد. يعني فأنا لازم يبقى عندي مفتوح أكثر من حاجة، أزود مساحة. يعني هي دلوقتي بدأت تتزايد تاني خاصة في الأراضي الجديدة. أعمل إحلال للأراضي القديمة، يعني المساحات المحجوزة في أراضي الدلتا والوادي أصلحها أولا، أصلحها ما العيوب اللي في الأرض، وأعمل إحلال لهذه الأشجار القديمة. تمام. طيب أسمع على كلام حضرتك في الجزئية المتعلقة بالصناعة، بما حضرتك قلت إن السعودية بتستورد مننا موالح وبرتقان بشكل كبير جدا. السعودية بتصدر عصير برتقان للعديد من الدول، ومهم جدا أعتقد ممكن إحنا ننفذه عندنا في مصر لأن إحنا عندنا المنتج نفسه. طيب نروح لجزئية مهمة جدا يا دكتور، عن موضوع عمليات الخدمة. أيوة. وتجهيز الأرض وتجهيز المزرعة. لو أنا لسه هبدأ في مزرعة برتقان أو مزارع موالح بشكل عام، إيه اللي أنا آخد بالي منه والنصائح اللي ممكن تقدمها لمزارعي الموالح في هذا التوقيت؟ تمام. فيما يتعلق بإنشاء المزارع لابد من دراسة سوق. أنا هنشئ مزرعة فين، وطرق المؤدية لهذه المزرعة، هل أنا هقدر أصرف؟ لأن ما كانش في طريق مناسب. إحنا الحمد لله دلوقتي في ثورة عارمة من الطرق الجديدة الرائعة، لكن يمكن قد يكون أنا بعمل مزرعة في مكان، أو مزرعة موالح في مكان المنفذ إليها أو الدخول إليها صعب. ده لا، لازم يكون اختيار موقع للمزرعة مهم جدا. طبيعة الأرض
طبيعه الميه اللي انا هروي بها هذه الـ 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 الاشجار او الشتلات في البدايه لابد من تحليل، عمل تحليل كيماوي للميه وللتربه عشان اقدر احدد مدى صلاحيه هذا المكان لزراعه الموالح سواء للميه او للتربه، احدد الاصناف اللي انا هزرعها في المزرعه بحيث كل جزء في المزرعه لازم ما يقلش عن 10 فدادين من 5 ل 10 فدادين عشان يمثل قيمه تجاريه للتاجر يقدر ما 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 يعني مش بيبقى بمزاجي الحته النص فدان ده اعمله سكري النص فدان ده او الفدان لا لازم كمزرعه تجاريه لازم كل قطاع فيها ما يقلش عن 10 فدادين علشان يمثل قيمه للتاجر يسهل عمليات الخدمه. يعني مش قال مثلا 10 فدادين لبرتقانه بصرة مثلا، مش 10 فدادين لبرتقان البلدي اللي هو العادي مثلا او بلدي او يوسفي او صحيح. او غيره، وكذلك مش اقل من 10 فدادين في البرتقان الصيفي اللي هو بناكله في الصيف. خاصه البرتقال الصيفي له خدمه تختلف شويه عن بقيه انواع البرتقال لانه يعني ببدا اطفه بعد شهر 4 متاخر، هو صيفي يسمى صيفي لانه عشان بنستخدمه في فصل الصيف متاخر. ونقطه مهمه جدا جدا اختيار الشتله. ايوه اختيار الشتله لازم تكون من مكان موثوق فيه لان كثير من او بعض المزارع يزرع الشتله هو ما عندوش درايه كامله وما بتبقاش باينه على انها برتقال بصره، الاقيه برتقال الاقيه برتقال بلدي. فطبعا المسألة دي خطيرة لأن الشتلة لها تمن، إعداد الأرض للزراعة له تمن، الشتلة بتبدأ تبشر بعد سنتين ولا ثلاثة، كل دي خدمة وفلوس وفي الآخر ألاقي المنتج مش مظبوط. هذا الكلام لازم أخذ من مشتل موثوق فيه 100% مشاتل وزارة الزراعة معهد بحوث الفسادين، عندنا مشتل في المعهد جيد جدا، وبعض الجهات المختصة طبعا يعني والموثوق بها دي أهم حاجة طبعًا احنا ممكن نتعامل معاه طبعا. وفي بعض مشاتل القطاع الخاص مشهورة بالأمانة ويعني نفس الجدوى والخدمة تمام، وخدوا عيون طعم من المشاريع اللي عملتها وزارة الزراعة من خلال معهد بحوث البساتين وعملوا منها أمهات لأخذ عيون طعم مستقبلية لمشاتلهم. ده كان ناتج عن مشروع المصري الألماني لإنتاج عيون طعم خالية من الأمراض الفيروسية، وده كان اشتغل لمدة طويلة في معهد بحوث البساتين. أيوة. وأنتجنا فعلا عيون طعم ووصلناها أو أخذ منها بعض كبار أصحاب المشاتل وطلعوا شتلات جيدة. يعني هذه الأمور لازم أراعيها كويس قوي عشان أعمل مزرعة، أنشئ مزرعة. أما بالنسبة للخدمة احنا في دلوقتي في آخر نوفمبر وإن شاء الله ديسمبر على الأبواب، الخدمة الشتوية لكل أصناف الموالح تقريبا في خلال ديسمبر ويناير وفبراير. الخدمة الشتوية بتبدأ بنظافة الأرض، عزيء الأرض، وإضافة السماد البلدي، ويكون مواصفات جيدة، يكون سماد تحلل حتى تؤتي ثماره بالنسبة للأشجار. تمام. مع السماد البلدي بضيف أو السماد العضوي بضيف يا إما هو يا إما الكمبوست بديلا عنه حسب إمكانيات المزرعة. بحط مكررات المزرعة من السوبر فوسفات، بحط جبس زراعي محسنات تربة زي جبس زراعي زي أملاح حمض الهيومك، الكبريت الزراعي، كل ده في الخدمة الشتوية. صحيح. وقلبه في التربة كويس واروي الأرض. هذا الكلام بيتم يعني الوقت المثالي له من 15-12 من نص ديسمبر تقريبا لنص يناير، لكن قد تتأخر الخدمة لسبب ما. يعني بعض الناس ما يحبش يشتغل في الارض الا ما يجمع الثمار، لكن لو هيتاخر لا يشتغل مش هيحصل حاجه، يعني مش هيأثر على الثمار والانتاج، حاجات بسيطه يعني من
من حركة العمال من ثمرة لما العامل يخبطها بإيده ولا براسه ولا كذا. هذه الأمور بس ما تأخرش أكثر من اللازم، يعني بقدر الإمكان ما يعديش عليا فبراير إلا وأنا عامل كل عمليات الخدمة. دي عمليات الخدمة مهمة جدا طبعا. طبعا يالي هذه العملية التأليم. التأليم يتم بعد جمع الثمار مباشرة، يعني كل جزء في المزرعة أجمع ثماره أقلمه. بعد قد إيه مثلا من جمع الثمار يا دكتور؟ بعد قد إيه؟ من جمع الثمار، يعني مثلا عندي مزرعة الصبح يعني النهارده جمعت الثمار، يفضل من بكرة أقلم الشجر بتاعي. بيحكمني الوقت. هي طبعا الكلام النظري سهل، لكن التحقيق في الأرض له ظروفه. صحيح. عمال المزرعة كلها موجهة للجمع، مش لاقي عمال. صحيح. ومشكلة مش لاقي عمال رغم إن إحنا عندنا أيدي عاملة كتير، لكن في العمل الزراعي بتلاقي يعني في بعض المحددات يعني خاصة السعر. ف عنده العمال في المزرعة موجههم كلهم للجمع، لأن هو خلاص باع أو تعاقد على إنه الثمار هتكون جاهزة أو يورد أو يصدر أو كذا أو كذا، فيبقى بيأخروا شوية. لكن اتشالت الثمرة أصبح الغيط فاضي قدامي، وكل ما اديت فرصة ما بين التأليم وخروج النموات الجديدة أكتر كل ما كان أفضل. فبمجرد ما بجمع الثمار أبدأ التأليم. التأليم بيتم يعني بشكل له محددات. اعمل حسابي ارتفاع الشجره ما يزيدش عن 3 متر، 3 متر وربع، 3 متر ونص اخر حاجه. كل ما عليت الشجره وانا بجمع لو ثمره وقعت مني على الارض بتفرقع، لان المسافه كبيره، نسبه الفقد بتزيد يعني. بالظبط. اما بقلل ارتفاع الشجره بقلل ظلها على نفسها وعلى اللي حواليها. فبدي فرصه لتخلل الضوء والهواء لداخل الاشجار، مما يؤدي الى زياده الاثمار. التأليم القمي اللي بقول سعادتك عليه للحد من طول الاشجار، التقليم الجانبي عشان ما يبقاش تداخل بين الافرع ويعمل بعضها البعض. صحيح. ويعمل ظل. بشيل الافرع المكسوره، اي فرع مكسور لازم يتشال. اي السرطانات اللي هي النموات التي تنمو على الاصل، نموات الاصل شجرة الموالح جزئين، أصل وطعم. تمام. الطعم هو الصنف المأكول. أما الأصل هو الصنف الذي يطعم عليه الصنف المأكول، ويبقى هو اللي موجود في التربة، وهو اتعمل علشان يعالج جزء موجود أو عيب موجود في الصنف الأصلي. زي مثلا البرتقال بطعمه على نرنج في الوادي، النرنج مقاوم للتسمق بينما البرتقال مش مقاوم للتسمق. فيبقى كل النموات اللي تطلع على الأصل بشيلها كاملة، السرطانات في مرحلة التأليم وأثناء العام. كل ما تطلع سرطانات بتتشال. فيما يسمى بالأفرخ المائية، أفرع تنمو في قلب الشجرة. هذه الأفرع إذا كانت في مكان خالي من الأفرع، فاضي محتاج أفرع، أسيبها وأقصها من عند القمة، تاني سنة بتجيب ثمار. وممكن أوجهها لمكان هي طالعة في مكان معقول في نمواته، لكن في مكان تاني خالي من النموات ومحتاج لها، أقوس هذه الأفرع بحيث أوجهها في المكان اللي خالي من الأفرع. إجمالا بدل الشجرة شكل يسمح بالإضاءة، يسمح بالضوء والهواء أن يخش هذه الأشجار عشان تحسين إثمارها. بعد التأليم مباشرة، في أثناء التأليم يجب تطهير كل أدوات التأليم قبل أن أنتقل من شجرة إلى شجرة. والتطهير بسيط خالص بمحلول كلور 4%، كلور العادي ده هو بغمس فيه المقص دقايق، وأطلع المقص منه أنشفه كويس، ويبقى عندي فوطة مبلولة امسح انظف بيها عشان ما انقلش، لان القص بيصل للانسجه، فما انقلش الكلور للانسجه. وفي نفس الوقت ما انقلش اي مرض فيروسي موجود في الشجره اللي قلمت للشجره اللي لسه هتتقلم. صحيح. عن طريق التطهير المستمر اللي هو بالكلور ده، من شجره لشجره. لا يبقى ولو كان عندي كعوب لافرع سميكه تحتاج دهان بعجين البردو او بمركب الاليت عشان يعني تسد الجروح، لان ده جرح، واحنا داخلين على شتاء.
ويسبق هذا الدهان تطهير ببرمنجنات بوتاسيوم اللي هي مسحة زي الكحول بالنسبة للإنسان كده، مسحة على الجرح ده عشان يعني أطهره. أرش الأشجار دي بعد ما خلص المزرعة كاملة من التأليم، أو لو عندي إربع كبيرة بعد كل ربع أخلصه أرش هذه الأشجار بمطهر عام أوكسيكلورو النحاس، كل الفلاحين عارفينه، وهو مطهر فطر رخيص 3 كيلو لكل 600 لتر ميه، وترش الاشجار. ويمكن اضافه لو في عندي حشرات قشريه ولا بقى دقيقي او حاجه، ارش احط زيت صيفي وليس شتوي، صحيح احنا في الشتاء لكن بحط زيت صيفي زي سوبر رويال، زي كي زد سوبر مصرونه في معدل 9 رتل للموتور 600 رتل ميه مع 3 كيلو اكسكلور نحاس، بتبقى رشه تطهير من الجروح. لو فيه لايكنز الاشنات، وبرضو الاخوه المزارعين عارفين يعني ايه الاشنات، عارفينها. هذا المطهر بيقضي على الأشنات، مع لو كان فيه زي ما قلت حضرتك حشرات قشريه او بق دقيقي الزيت بيقضي عليه. نعم، نقدر نقول كل دي عمليات خدمه مهمه جدا بتفرق في تغذيه الشجره في نموها، وفي نفس الوقت كمان على الانتاجيه بتاعتي من الثمار. ودي حاجات واجب نعملها، وتحديدا حضرتك ذكرت موضوع التقليم بعد جمع الثمار ده بيأثر بشكل كبير جدا. عفوا، عشان كده بننصح كل مزارعي الموالح ياخدوا بالهم من هذه الجزئيات. نتمنى رب التوفيق، واعتقد في المرحله اللي جايه ان شاء الله يا دكتور هنلاقي انتاجيه كبيره جدا من الموالح، هنتوسع، والاهم زي ما حضرتك ذكرت العمليه التصديريه برضو محتاجينا المتعلقه بالموالح. شكرا ليك ضيف العزيز، نورتين، الاستاذ الدكتور محمد سامي وكيل معهد بحوث البساتين للارشاد والتدريب. شكرا ليك، شرفتنا يا فندم. شكرا. لسه مكملين معاكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل فقره حواريه اخرى من ساعه صبحيه، انتظرونا. واقفين بجانب اخواتنا المزارعين على اساس ان احنا ننشر زراعه نظيفه. المتابعه وتنفيذ التوصيات هي العامل الاساسي مع السياسه الصرفيه للحصول على اعلى محصول في القمح. ما ينفعش نضيف السماد كله في بدايه حياه النبات واسيب الفتره الباقيه كلها. تشاهدونه في الأوقات التالية على مصر الزراعية. راضي عنده أفكار وعرة، يجيب عبوة المبيدات الحشرية ويملاها بالعصير والمية، وكمان مزاجنجي عم يعملها شيشة جديدة. راضي مش بيهدر حاجة أبداً، بيهدر بس صحته. العلبة دي ملانة سموم ياما، وبتعمل أمراض ياما سنة بعد التانية. راضي بيحفر قبره بيده. اوعاكوا تحطوا حاجة في العلب دي تاني، دي ممكن تجيب لكم الأمراض. يبقى لازما حتما تتخلصوا منيها بعد ما تخربوها، عشان محدش يرجع يستخدمها بعديكم. أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اسمحوا لي بكلمتين لحبايب قلب الفلاحين. لعلمك يا عم رجب انت ورمزي وعم عطيه ان مزارع العنب بتحتاج لمعاملات بستانيه خلال شهر يونيو وانا راح اقول لكم ايه هي والعمليات دي مهمه جدا لزياده الانتاجيه زي نقاوه الحشايش يا عبد رب النبي والتسميد الورقي ب 300 جرام حديد مخلبي و300 جرام يوريا و100 منجنيز مخلبي مع 600 لتر ميه و100 زنج مخلبي وهقول لك كمان حاجه يا عم عبد الغفار تضيف 100 جرام بوريكس لو مترعه بتروي الاشجار واسمع كلامي يا ريس وانت لا تتعب ولا تحتار نجد تحمل أخرى مع حضرتكم مشاهدي الكرام نختتم حلقتنا بهذه الفقرة اللي
تحمل عنوان واحد، الشعر. زي ما حضرتكم عارفين مشاهدينا، الشعر احد انواع الفنون الهامه والمؤثره، واللي بتاتي بشكل كبير جدا في المقام الاول لدعم النفس، وايضا بيتم استخدام الشعر ايضا في التحفيز المستمر، وده شاهدناه على مر العصور. مهم كمان ان احنا ندعم الشباب، وتحديدا شباب الفنانين، لما بيقوموا بعدد من المبادرات اللي من شانها في خدمه المجتمع، وفي نفس الوقت بيكون الشاب موهوب سواء في الشعر او بمختلف انواع الفنون. النهارده معانا موهبه جميله، مصطفى الديابي الشاعر. برحب بيك يا مصطفى، وتحياتي. اهلا بحضرتك يا عاصم. اهلا وسهلا بك. عرف نفسك للمشاهدين يا مصطفى سريع. اولا انا اسمي مصطفى عبد الله الديابي، من مواليد محافظه المنيا. الحمد لله تم تكريمي من وزراء ومن سفراء داخل او خارج مصر، كان اخر تكريم ليا من سياده محافظ المنيا. والاجمل من ده كله، وبعيد عن التكريمات يا استاذ عاصم، لابد من الشاعر ان يكون شاعر بمشاعر الناس الغلابه، لان الشعر ده هو احاسيس ومعاني. فلما انا احس بالناس الغلابه ويبقى فيه فعل على ارض الواقع، فدي فرحه ما بعدها فرحه يعني. كمان انا ربنا كرمني عاملين مبادرات خيريه، مسمينها اول مبادره ادعم فقراء الصعيد لبناء كل بيت بسيط، وثانيين عاملين مبادره طمنوهم من برد الشتاء. طبعا خليني قبل ما ابدا كلامي، من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. اتوجه بخالص شكر وتقدير طبعا للمؤسسات الخيريه اللي كانت بتتعامل معنا، سواء مؤسسه المستقبل الامين او بنك الطعام او مؤسسه البلد الطيب، لدعمهم للمواهب الشابه ولدعمهم للناس الغلابه. تمام، فانا بشكرهم شكرا جزيلا. طيب هنتكلم عن الشق الخدم، ولكن برضه نبدا في لب الموضوع المتعلق بالشعر. يعني الموهبه بتاعتك اكتسبتها ازاي؟ اكتشفتها امتى؟ ازاي قدرت تشتغل على نفسك؟ مين اللي دعمك ومين اللي واقف معاك حتى يعني وصلت للمكانه الجميله اللي حضرتك انت قلت من خلال يعني عدد مشاركات كتيره جدا في عدد من المحافل، واخدت جوائز كمان وتكريمات مهمه. تمام، الحمد لله. اول قصيده كتبتها كانت مدح في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. كنت انا عندي 12 سنه. ما شاء الله. كنت جاي من المنيا للقاهرة. فوالله أنا بتكلم معك بكل تلقائية. جابلني في شخص، كنت أنا موظف في حداج الأهرام. فألقيت عليه القصيدة فأعجب بالموهبة بتاعتي، فقال لي لا أنت لازم تنمي من موهبتك، ولازم أي شاعر يجرى أكتر ويثقف أكتر. فكل ما يجرى أكتر فكل ما هيزداد ثقافة أكتر. الثروة اللغوية بتاعته كمان. فكانت قصيدة مدح في النبي صلى الله عليه وسلم، دي كانت أول قصيدة كتبتها. فمن بعدها برضو كتبت قصيدة عن المنيا، وكتبت عن رموز المنيا، ثم كتبت قصيدة عن الشهداء. اشتغلت على نفسك. الحمد لله. وكتبت قصيدة عن مصر، والحمد لله يعني كتبت قصائد كتيرة جدا يعني. طيب ما تسمعنا كده حاجة. أسمعك قصيدة عن الأطفال بمناسبة إن يوم 20 نوفمبر، وإحنا دلوقتي في شهر عام الطفولة والأمومة. تمام. فأنا كاتب قصيدة عن الأطفال. طيب. فالأطفال لها حقوق علينا زينا زيهم كلهم. طبعا. يعني فضل. قصيدة بعنوان البراءة والرحمة. أطفالنا البريئة عيونكم جريئة وآخر جمال، أطفالنا البريئة عيونكم جريئة وآخر جمال، طموحكم وروحكم تزلزل تهد جبال، طموحكم وروحكم تزلزل تهد جبال، وروحكم النقية، وروحكم النقية الصافية العافية دي رمز الكمال، وروحكم النقية الصافية العافية دي رمز الكمال. ولو قالوا فرضا، ولو قالوا فرضا ده عيل يا عمي، ولو قالوا فرضا ده عيل يا عمي وحبة عيال، هنصغر بقوة وبروحنا الجميلة وبإيدنا القوية، الممكن هيبقى بديل للمحال، الممكن هيبقى بديل للمحال. وانتم يا اصحاب القدرات الخاصه، انتم اصحاب العزم والهمم، انتم اصحاب الاراده والوصول الى اعلى القمم، انتم اصحاب الاراده والوصول الى اعلى القمم، يكفينا فخرا بانكم شرفتونا بين الامم، يكفينا فخرا بانكم شرفتونا بين الامم. الله، جميل جدا. يعني حلو انك انت تكون متنوع في الشعر بتاعك. طبعا. يعني مش بس حاجه معينه. يعني في الاطفال برضو فيهم ناس من اللي تعبانه والناس المريضه. فانا مؤمن جدا بان المواهب ذو القدرات الخاصه لازم تاخد حقها في الدوله. صحيح. وهي كمان واخده حقها، لكن لابد فيها مواهب كتيره جدا، فيها مواهب احسن من مصطفى، فيها مواهب احسن من الموجودين على الساحه حاليا. فانا ان شاء الله باذن الله بفكر الايام الجايه ان شاء الله باذن الله ان انا تبنيت المواهب على مستوى محافظه المنيا ان شاء الله باذن الله، مواهب اصحاب القدرات الخاصه ان شاء الله. وانا بعلم من حضرتك يعني. جميل جدا يا مصطفى، اتمنى كده بالتوفيق. ايه تاني ممكن تسمعنا يا مصطفى؟ القصيده الثانيه قصيده بعنوان الام. حلو، جميل. طبعا الامهات الخير والبركه وبرم والدي كلنا. فوصينا الانسان بوالديه احسان. قصيده بعنوان رحمه الام. كيف امدحك يا امي وأنت الوصية في القرآن، بعد التوحيد، بعد التوحيد جاء الأمر من الرحمن، بعد العبادة، بعد العبادة ولقد وصينا الإنسان، وصية من السماء إلي يا أمي بالإحسان، ولم لا يا أمي،
ولم لا يا أمي وتحت قدميك تراب الجنان؟ ولم لا يا أمي وأنت التي ذقت العذاب ألوان من حمل ورضاع وسهر حتى مطلع الأذان؟ أتذكرين يا أمي؟ أتذكرين يا أمي عندما كنت مريضا أو تعبان تبحثين عن سعادتي وفرحا يفرحني في كل مكان؟ فأنت حقا منبع العطف والحنان. لم تشتكي أمي يوما على مر الزمان، بل كنت دائما أحس في أحضانها بالأمان. لم أنسى أيضا يا أمي حتى عندما كنت ألعب مع ابن الجيران كنت أراك يا أمي وأنت تراقبيني من خلف الجدران. أتذكرين يا أمي أول سورة حفظتها في القرآن؟ الإخلاص على يديك تعلمت معنى الإيمان. لقد تعلمت يا أمي على يديك الحب والعطف حتى على الحيوان. أخاطبك الآن يا أمي والقلب يخفق والوجدان. أبعد ذلك كله يا أمي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أخاطبك الآن يا أمي والقلب يخفق والوجدان. أبعد ذلك كله يا أمي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ شكرا. جميل جدا، قصيدة استحقاها طبعا كل أم مصرية اللي هم تاج فوق رؤوسنا، ربنا يحفظهم ويديهم الصحة والعافية يا رب العالمين. احنا ماشيين بدعائهم للأمهات دي الخير والبركة طبعا. أكيد يعني. طبعا نتكلم بقى عن الشق الخدمي والمبادرات اللي انتوا بتقوموا بيها. كلمنا عن المبادرات دي، هدفها هي مصطفى، الفكره جات لكم ازاي، المحافظه ازاي دعمتكم، والجهات اللي وقفت معاكم بشكل كبير جدا، وبتخدم ايه هذه المبادرات؟ انا اولا زي ما قلت لحضرتك في البدايه يا استاذ عاصم، لابد من الشاعر ان يكون حاسس بمشاعر الناس. والله صدقني يعني انا من بعد ازمه كورونا قلت يا جماعه قبل ما نقول للناس اقعدوا في بيوتكم لازم نوفر الدعم والمسانده ليهم على الاقل، يبقى فيه كلامنا فيه مصداقيه. عشان لما اقول للشخص مثلا اقعد في بيتك، انا قدرت اعمل لك شيء، يعني اقل شيء قدرت اعمله لك، ما عملتلكش اللي هو يعني زي ما بيقولوا مثلا. لكن المبادرات، اول مبادره خيريه اطلقتها كانت بعنوان ادعم فقراء الصعيد لبناء كل بيت بسيط. اللهم لك الحمد يا رب، تم بناء اول منزل وجار العمل في استكمال باقي المنازل. يعني الجهه اللي دعمتنا طبعا مؤسسه المستقبل الامين، وفي بعض طبعا خدميه يعني جهه خدميه مجتمعيه، ده في محافظه المنيا يا مصطفى. في محافظه المنيا وتحديدا في مركز درمواس قريه البدرمان ونزله البدرمان. تمام. طبعا وانا من خلال حضرتك يا استاذ عاصم اتوجه بخالص الشكر والتقدير طبعا لسعاده معالي الوزير اللواء اسامه القاضي. الراجل ده محترم جدا، انا شهدت فيه مجروحه بما ان انا ابن من ابناء المنيا، لكن انا بتكلم معك والله بكل صدق وبكل امانه. انا الحمد لله تم تكريمه من وزراء وعارف وزراء على المستوى الشخصي اصدقائي جدا، لكن المحافظ اللواء اسامه ده راجل مثقف جدا وفاهم جدا ومدرك جدا بمواهب الشباب. فهو دائما يسهل لنا الاجراءات في محافظه المنيا. ساعدكم في المبادره، دعمكم بشكل كبير. هو ساعدنا في مبادره طمنهم من برد الشتاء. يعني انا كنت عنده من خلال 10 ايام فقلت يا فندم انا عايز اعمل مبادره مسميها طمنهم من برد الشتاء للناس الغلاب. تمام. فقال لي خلاص نشتغل عليها. فجيت بعدها بخمس ايام زياره ليه في المكتب بيقول لي احنا جبنا 10000 بطانيه. يعني هو قبليها قال لي انا ان شاء الله باذن الله عند هدف ان انا هقدر اجيب 10000 بطانيه. تمام. فوالله زي ما بتكلم مع حضرتك كده يا استاذ عاصم، مسك ورقه قال لي الجهه الفلانيه بعتت لنا كذا، والجهه الفلانيه بعتت لنا كذا، والجهه الفلانيه بعتت لنا كذا، فذكر ال 10000 بطانيه اللي هو قال عليهم. جميل. فده انما يدل على مصداقيه هذا الرجل ما شاء الله. فانا بشكره من خلال حضرتك طبعا. جميل ان يكون في مبادرات شبابيه وكمان بيدعموا اهل المحافظه بتاعتهم وتحديدا في الارياف. الفكره جات لك ازاي والشباب يعني اللي بيتعاونوا معاك هم صحابك فنانين برضو بيكتبوا شعر ولا ايه بالظبط؟ فيهم ناس اصدقائي من الفنانين وفيهم اصدقاء من الناس العاديه، يعني اصحابي اللي انا بفتخر بيهم، المحبين يعني لعمل الخير. المحبين لعمل الخير واللي بيشاركوا في العمل الخير في الخفاء كمان، يعني في ناس بتشارك في الخفاء كبيره جدا، فانا بشكرهم طبعا شكرا جزيلا، ما بحبوش يذكروا اسمائهم. يعني اهميه ان يكون في دور يعني مجتمعي وتحديدا للشباب، للشباب المصري الحمد لله رب العالمين مؤخرا لقى اهتمام غير مسبوق قبل القياده السياسيه والدوله، حتى تم تمكينه في العديد من المناصب وايضا في العديد من المؤسسات اللي عندنا في الدوله بشكل يعني مؤثر وفعال. ان يكون ليه دور فعال في خدمه مجتمعه، يعني تبني مثل هذه المبادرات، ده بيفيد ايه وايه اللي بيضيفه كمان للمجتمع اللي بيكون عايش فيه يا مصطفى من وجهه نظرك كشاب بتقوم على هذه المبادرات؟ اولا من وجهه نظري يا استاذ عاصم لابد من الشاب نفسه يعني يكون مآمن بموهبته، وانه ما يكونش عنده الانكسار والياس زي ما حضرتك شايف وحضرتك بتقول دلوقتي ان القياده الرئيسيه دايما بتوجه الشباب، وبما فيهم الشباب حاليا نواب محافظين واعضاء مجلس البرلمان. صحيح. فيهم ناس كثيره قوي يعني. فانا بحب دايما اقولها ان الشباب عمرهم ما تيأس، ان الشباب ما تنكسرش ابدا.
فدوري اللي انا حابب اقوله كمان من خلال حضرتك طبعا استاذ عاصم، لابد من الشاعر نفسه او من اي جهه او اي شخص عادي يعني مهما كان يستكمل في العمل الخيري وفي العمل المجتمعي مع العمل الخاص يعني. تمام. فده هيعطي فائده اولا للدوله، اولا فائده مع ربنا سبحانه وتعالى. ربنا هيدي من الخيرات كتير جدا يعني. صحيح. ثم فائده للدوله هتعود للناس. انا اللي خلاني عملت مبادره البيوت لقيت الناس تعبان. اولا سميتها ادعم فقراء الصعيد لبناء كل بيت بسيط. اولا ده فضل ربنا طبعا، ثم اشكر طبعا مؤسسه المستقبل الامين اللي دعمها معانا جدا يعني. فانا بقول لحضرتك يا استاذ عاصم عملت المبادره دي ولقيت قبول. فانا مش عايز اياس يعني، انا ممكن اتكلم مع استاذ عاصم، اتكلم مع الاستاذ كذا، او اتكلم مع الاستاذ كذا، فهنلاقي قبول، فكده هيبقى في مشاركه مجتمعيه مع الناس. تمام. طيب مين الشعراء اللي اثروا في مصطفى وتاثرت بيهم بشكل كبير وحابب توصل للمكانه بتاعتك؟ في العاميه ولا في الفصحى؟ اللي انت بتحبه. في العاميه الله يرحمه الخال عبد الرحمن الابنودي. الخال عبد الرحمن في الفصحى. انا يعني انت شايف شويه برضو عاميه وشويه فصحى عندك. حافظ ابراهيم. حافظ ابراهيم امير الشعراء احمد شوقي اخباري معاك. لا انا بقول يعني طبعا ده الامير، اميرنا كلنا طبعا امير الشعراء احمد شوقي، لكن انا انت حضرتك سالتني السؤال فلازم اكون معاك بكل مصداقيه وبكل وقت. الشعر مهم جدا خاصه لما ندخل في التفاصيل ويناقش بعض القضايا اللي بتهم يعني بلدنا ومجتمعنا في احداث بتمر بيها بشكل كبير جدا. انت كشاعر يعني حابب توصل يعني بالشعر لفين، وتحديدا الشباب اللي هم عايزين دعم في المقام الاول الموهبه بتاعتهم يعني؟ انا حابب اوصل للشعر زي ما قلت لحضرتك، انا عايز الشعر ده يكون رساله اولا. قد ما هو كلام حلو وقد ما هو كلام بيخرج من المعنى، عايزه يطبق على ارض الواقع. ده هدفي في الحياه يعني. انا مثلا استاذ عاصم مذيع واكن له كل الود وكل الاحترام طبعا مثل حضرتك، فرسالتي ان هي تمس قضايا المجتمع باكمله. ايوه. انها تخص الناس الغلابه بشكل خاصه يعني. لان الناس الغلابه دي لها حقوق علينا كتير جدا. فانا حابب كمان ان الشعر ده يكون هو رساله، على قد ما هو مش عايزين حفلات كتيره او عايزين الكلام ده، على قد ما هو يكون في عمل على ارض الواقع ويناقش قضايا مهمه جدا بتفيد الناس. قضايا مهمه على ارض الواقع. طيب تحب تسمعنا ايه دلوقتي؟ اسمعك قصيده دايما عن اقول لك قصيده الشهيد. جميل جدا. كل التحيه لاسر الشهداء، وربنا يا رب يتغمد شهدائنا بواسع رحمته يسكنه فسيحه جناته، وتحيه اجلال وتقدير واحترام لكل اسر شهدائنا الابطال الحقيقه. قصيدة بعنوان فرح الشهيد. جميل. بين مجند وبين والدته بيقول لها ايه بقى؟ مش ناوية يا امي تجوزيني، مش ناوية يا امي تجوزيني، مش كنت دايما بتقولي لي ان انت نور عيني؟ هي بتقول له ايه بقى؟ حاضر يا نني العين، يلا يا ابني على خدمتك، وطنك مستنيك معاه تكمل وقفتك، تسمحي لي يما ذكرى بس اخد طرحتك، وكل مرة بالفرحة بس بتودعيني، المرة دي يقولي لي ايه سر دمعتك، وسامع يما ليه من بعيد صرختك، محتاج اشوف وشك بخير يما، محتاج دعوتك، في عز ما انا بصون هنا ارضي وترابي، جات لي طلقة في وسط صدري نهت شبابي كفنوني بعلم بلادي، في عز ما انا بصون هنا ارضي وترابي، جات لي طلقة في وسط صدري نهت شبابي كفنوني بعلم بلادي، وانا بموت وبحياتها بنادي، يمي مش عاوز دموع، يمي مش عاوز دموع، ووحدوا الايادي وعرفيهم ان بلادنا المتربصين بيها، ان بلادنا المتربصين بيها الاعادي، يمي انت اللي علمتيني ان بلادي لما تنادي لازم البي الرد وكانها صلاه ولازم تؤدي الفرض. الله. يمي انت اللي علمتيني ان بلادي لما تنادي لازم البي الرد وكانها صلاه ولازم تؤدي الفرض، يمي ده حبها زيك مليني، وهضحي تاني عشانها بسنيني، واصحابي واخواتي وحبايبي ونور عيوني، يمي انت اللي علمتيني ان حبها هو حبك، كفايه شفنا حبها جوا قلبك، يمي انت اللي علمتيني ان حبها هو حبك، كفايه شفنا حبها جوا قلبك. الله. اعتقد ده مسك الختام، ان احنا يعني نختم بقصيده بتحث على يعني الروح الجميله اللي بيتحلى بيها كل مجند، وايضا الدور اللي بيؤديه كل شهيد في سبيل حفظ امن وسلامه هذا الوطن، وايضا الدور الكبير جدا لاسر الشهداء اللي هم بيدعموا ابنائهم بشكل كبير جدا، ومش عندهم مانع ان ابنهم يموت في سبيل هذا البلد العظيم. بشكرك جدا. انا اولا انا قبل ما انهي الحلقه مع حضرتك سريعا خليني اذكر ثلاث اشخاص ليهم كل الود وكل الاحترام، وانا بتكلم معك بكل امانه والله استاذ عاصم. شخص سمع القصيده بتاعتي فبكى، الشخص ده ربنا يا رب يمسيه بالخير، استاذ احمد منير. وشخص تاني مره انسانه بسيطه جدا لما شافتنا بنعمل الاعمال الخيريه، المره دي دائما لما بتشوفنا سيده
محترمه جدا، ربنا يا رب يبارك في صحتها. يا دائما لما تشوفني كانت بتبتسم، فقالت انت دائما بتعطينا التفاؤل والامل. الشخص الثالث، الشخص الثالث اللي انا بشكره من خلالك، اولا سيده فاضله وانا بعتبرها اختي الكبيره دائما، يعني استاذه مروه انا بعتبرها اختي الكبيره لان دائما تعطيني التفاؤل وتعطيني الامل. طبعا. تقول لي اي شخص يعني خليك ياس، لا انت كان انت امين مع نفسك فربنا هيكرمك. ربنا يوفقك مصطفى، بشكرك جدا مصطفى الدير الشعبي، من شرفتنا مصطفى، تحياتي لحضرتك. شكرا جزيلا. ايضا بشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام لحسن المتابعه، ان شاء الله غدا اللقاء جديد جدد من برنامجكم ساعه صبحيه، القاكم مجددا يوم الاربعاء القادم، تحياتي فرع العمل وتحياتي عاصم الشدويلي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واقفين بجانب